السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم اللقاء رقم 18 من المرحلة الثانية، يعني 38 لقاء دلوقتي. لا 39، هذا لقاء 39، 39 لقاء. إن شاء الله اللقاء القادم حقيقة هنقفل المرحلة الثانية إن شاء الله من سلسلة اللقاءات، سلسلة المحاضرات في موضوع هام جدا اللي هو رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر، خطه الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحقيقه اللي توقعناه وقلنا عليه من 3 4 شهور حصل. حاليا في طلبات كتير جدا 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 داخل مصر وخارج مصر لكل مشروعات البترول ومشروعات الكونستراكشن. واحنا زي ما اتفقنا احنا عايزين على الاقل ان احنا يعني ايه نبقى يعني ايه مش يعني ناخد دورنا، نقرب ان احنا ناخد من دورنا الحقيقي وناخد امتيازاتنا الحقيقيه كمهندسين مصريين وكمديرين مصريين. الحقيقه عنوان النهارده شكله ايه؟ شكله كبير قوي، لان الموضوع مش كبير، الموضوع ابسط ما يكون. تلافي واصلاح الفساد في شركات المقاولات. Avoiding and correcting of corruption in construction companies. الحقيقه محدش ياخد كلمه corruption ان احنا يعني بقى يعني تعبانين ولا لا، او يعتقد ان هي دي ظاهره مصريه او ظاهره عربيه. ابدا ابدا. يعني أنا أذكر يعني الفحوى بتاع أو الكونتنت بتاع اللقاء ده، كنت في دولة من دول الخليج بدون ذكر يعني أسماء، وبعدين كان في مشكلة، كان في فينك إدارة اسمها إدارة الفساد، إدارة الفساد، إدارة حكومية يعني، فكان عندهم مشكلة وكده واستدعونا إن إحنا ندرس الموضوع. وفي الاخر طلبوا مننا ريبورت ازاي يعملوا ايه وكده، فعملنا لهم يعني تقريبا الكلام اللي احنا نقوله النهارده دي واحده. فالفساد لا يعني سرقه، يعني في اهمال، في حاجات كتير جدا. يعني كلمه فساد اللي هو الحاجات اللي بتفسد شركه المقاولات، وبعدين شركه المقاولات دي هي الجزء اللي بينفذ لك. يعني الكلام ده برضو ممكن تطبيقه على اي من انواع الشركات، يعني ما هوش يعني مش خاص شركات المقاولات بس يعني. وبرضه هنقول تاني حاجه مهمه جدا، ان في ناس كتير لسه معتقده التفكير القديم قوي اللي يقول ايه المقاولات قايمه على السرقه وعماله تضحك على الشاني، تضحك على المالك وكلام هذا الكلام. لم يعد له اي معنى ولا اي وظيفه ولا اي مكان ان احنا نقول خلاص. اللي انا عايز برضه اقول ان احنا مش بنتكلم على الفساد في لا في مصر ولا في الميدل ايست، احنا بنتكلم جنرالي في العالم كله او الاخر. انا اذكر كنت في باريس مره وكنا في 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 في, في يعني مؤتمر كبير وكده، فكان في احد النقاط اللي بتتناقش فيه اللي هي ايه يعني الكوربشن او الكوربسيون بالفرنسيه. فالمهم يعني احنا واخدين على هذا الكلام وعارفينه وعشناه وده بيقابلنا. يعني الكوربشن لا يعني هنشرحه دلوقتي، ولا يعني ان انت في مرحله ياس، ولا يعني ان مش ممكن اصلاحه، ولا يعني حاجه وحشه. يعني ممكن يبقى غير مقصود او غير معروف زي ما هيبان دلوقتي. طيب نبتدي ان شاء الله. فده اللي انا بقول لكم عليه النهارده. الموضوع يعني ان شاء الله سهل جدا وبسيط، بس هو عايز تركيز بقى مننا ان احنا ايه يعني، لان احنا دايما كل المهندسين دايما بيشتكوا ده انا مش عارف ايه وده مش عارف ايه وده مش عارف يتكون مع ايه وده مش عايز يعمل ايه. فالكلام ده كله ازاي بقى يعني نتلافى هذا الكلام، وازاي نتعامل معاه، وازاي ان احنا نقدر ان احنا يعني ايه نا 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 إذا كناش نلغيه خالص هنضيع التأثير الكبير. وبرضه هذا الكلام نخلي بالنا برضه ده ما فيهوش كلمة من
يعني الموضوع خبرات، خبرات ودراسات إلى آخره. يعني ده من الطبيعة، ما هوش افتراضات. يعني هتحس في الكلام إن أنا بتكلم على أي شركة في العالم، خلي بالك بتكلم عشان برضه إيه ما نبقاش حساسين، ما نعتقدش إن الموضوع يخصنا إحنا وبس، لا. الموضوع يعني انترناشونالي، أي شركة في الدنيا مش شرط كونستراكشن بس فيها كوربشن، فيها نوع معين من الكوربشن. في ناس طبعا وصلت لمرحلة اللي هي هنتكلم على الشروط برضو ازاي ان احنا نتلافاها ونقضي عليه، وان شاء الله اللقاء يبقى جميل وخفيف وباذن الله ايه ونستفيد منه استفاده طيبه باذن الله تعالى. طيب الاجنده بتاعتنا ايه الاول؟ الاول المقدمه هنتكلم على الكوربشن او الفساد. انا ما بحبش برضه اغير، يعني ممكن الكلام ده في ناس كتير كده لما اجي اقول الكلام ده يقول طب غيره، طب بلاش كلمه فساد، طب خليه مش عارف ايه. انما يعني انا المره دي ما حبيتش اغيره، حبيت احطه زي ما هو، وده زي ما تم تقديمه لحكومه من الحكومات في دوله من دول الخليج، يعني عشان ايه بل الموضوع باين. يعني ما في الحاجات دي اصلها ما فيهاش وسط ولا فيها نص نص ولا فيها بتاع، يا تقدر تتغلب وتظبط نفسك وتتقدم، يا ما يا 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 مش هتعرف، يا مش هتقدر. فدي طبعا ايه مهمه جدا يعني. خلاص. وبرضو يعني هنعرف وهنشوف ان الموضوع ما هو اله ما هو صعب، الموضوع ابسط بكتير من ايه ان اي حد يتخيل. احنا بس بنبقى جوه المشاكل وجوه المشكله بنحس انها نهايه العالم، لكن ما هيش نهايه العالم ولا حاجه. طيب دي اول حاجه مقدمه، هنعرف الكلام ونشوفه ونشرحه. بعد كده انواع الفساد، في فساد مقصود وفساد غير مقصود، المقصود انواعه ايه، مالي واداري وفني، هنوصل يعني، وبرضه غير المقصود كده، ومش هنحلل بقى كل نقطه ونشوف احنا هنعمله ايه. والمشروع نفسه يعني لو انت حته فيها كوربشن، خلي بالنا برضه ما فيش شركه في الدنيا ولا مكان يعتقد ان هو بقى الكبير وان هو وان هو وان هو وان هو. شركات كبيره جدا 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 شفناها في مصر وفي كل دول الخليج، كل دول الخليج بلا استثناء شركات كبيره جدا جدا جدا. مش لازم مقاولات، مقاولات بي ام او ما فقتش للكوربشن ده او ما خدتش بالها منه او ما عملتوش او رفضت تتعامل معاه، وقعت وقعت وقعت. انا مش هذكر الاسماء طبعا، لكن انا بكلمكم كلام طبعا ما هو مش مغرض، وانا انا مش خسران حاجه ولا كسبان حاجه، انا بس انا بقول لكم يعني ايه ما فيش حد ياخد الموضوع يعني، لا ما هو لا هو شكل شخصي ولا احنا مثلا بنقول ان الناس كلها فاسده، ابدا ابدا ابدا، اشتغلنا واشتغلنا زي الفل وبتاع، ولا ياخدها بنوع من مثلا ان احنا مثلا متعصبين مثلا، او ان احنا بندعي ان احنا يعني كلنا كويسين، لا لا، كل واحد عنده ايه كان موجود في اي مكان، وما فيش حاجه في الدنيا ايه ما فيهاش جزء يعني اي حاجه اي حاجه. طيب بعد كده الفساد غير المقصود اللي احنا قلنا عليه، بيبقى في مكان والناس مش مقصود يعني انه اتعمل، يعني بيجي يعني ان احنا يعني ايه عن عدم معرفه عن يعني حاجات مثلا قبليه. في بعد كده الفساد المقصود، بعد كده هو المقصود بقى يعني احنا مش حد محمد، احنا مش ملايكه يعني، في كده في كده في كل حته في الدنيا يعني، كان ده كانوا اخين على ربنا يعني في على الكره الارضيه، قابيل وهابيل، واحد قتل اخوه، يعني الفساد 50%. فمن ايه ما نزعلش النهارده لما يبقى الفساد 10% مثلا او 15% ونقول احنا مش عايزينه برضه. خلاص. التعامل بقى مع الانواع المختلفه للفساد، يعني مره غير المقصود هنتعامل معاه ازاي؟ يعني طبعا التعامل معاه غير التعامل مع الايه مع المقصود، ده دي سكه ودي سكه ثانيه. الموضوع مش موضوع صعوبه ولا مثلا استحاله او اختراع او لا لا، فريق معالجه مختلفه، ما حد قصد ان هو يفسد. ومش لازم الفساد على فكره علشان يسرق او يرتشي او الى اخره، لا ابدا، ممكن يكون باي سبب اخرى هيبان معانا يعني. طيب بعد كده هنتكلم على التعامل مع الفساد غير المقصود، وبعدين
الفساد الايه المقصود، اللي هم ثلاث انواع يبقى هنلاقيهم يعني فساد مالي واداري وفني. يعني دي الحاجات الثلاثه اللي هي الاساسيه، اداره مشروع التعامل مع الفساد. احنا هنا لو عملنا ايه بقى؟ بنضرب على السؤال المحقق، عرفنا الفساد واعتبرنا ان دي مشكله وعايزين نحلها. طيب احنا قلنا المشروع عباره عن ايه؟ المشروع عباره عن انت عايز تحقق هدف معين او تحقق رغبه معينه وتخلصها وتنهيها بشكل معين بهدف معين بتارجت معين. فالتارجت المعين للمكان اللي هو فيه هذا الكلام انك ايه؟ عايز تصلح الفساد، عايز تعالجها، عايز تعالج او عايز تلغيها او عايز تقلله او عايز تعمله بشكل معين. خلاص؟ فاحنا ايه؟ هناخد الموضوع بشكل مشروع. احنا قلنا الفانكشنز بتاعت المشروع ايه؟ بلاننج اورجنايزنج ديكو كنترول، تخطيط تنظيم ورقابه يعني الاربع فور فانكشنز اوف مانجمنت، ديكو كنترول قياده وايه وكنترول. فهنتعامل مع الموضوع بهذا الشكل. زي برضه احنا عملنا مره قبل كده برضه برزنتيشن على فاكرين الشركه اللي احنا كانت شركه او دي كانت شركه حقيقيه فعلا مش حقيقيه ولا برضه من دول الخليج، وكانت شركه يعني وقعت شركه كبيره، شركه كبيره جدا واسم كبير جدا من ضمن الشركات اللي وقعت بسبب رفضها لعلاج الكوربشن يعني. فالمهم فاحنا هنعتبرها مشروع وهنشوف بقى ازاي هنخطط للمشروع ده وازاي هنعمل له اللي هنخططه، ازاي هنعمل له اورجنايزنج، الناس هتعمل ايه، يعني مش كانه مشروع، اي مشروع بقى اي تي، مشروع اي طيب انما الكونستراكشن، اي مشروع فيه الايه الفانكشنز دي. وده ما قلنا الاداره هي ايه الفور فانكشنز اوف مارش اللي هي بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. طيب تخطيط المشروع، مخطط لمشروع ايه؟ مشروع التعامل مع الفساد او الغاء الفساد او تقليله او هدف معين ان انا عايز ايه اغير الكوربشن ده او اقلله او الى اخره. سامحوني طبعا انا يعني النهارده عامله كله عربي، ما حطيتش في انجليزي خالص، بس هو ان شاء الله تو بي سبجكتد تو بي ايه ترانسليتد تو انجلش او العكس، يعني مش بالظبط على الانجلش ولا لا، بس انا يعني ده اللي انا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا ييسره، وهنخليه انجلش وعربي برضه كعاده ايه اللقاءات اللي هي بالشكل. طيب هندخل بعد كده على ايه تنظيم، ادي الايه ادي الفانكشن الثاني بتاعت المانجمنت الاورجنايزنج، وبعدين قياده المشروع، وبعدين ايه ضبط المشروع اللي فور فانكشن اوف مانجمنت بلان اورجنايزنج بوزر التسعه بلان، عشان تنظيم المشروع، ثاني قياده المشروع، ثاني ضبط المشروع. طيب مقدمه بقى، هو احنا ليه دايما بنقول لقطاع المقاولات، يعني نقول في يعني ناس بتقرن قطاع المقاولات بالكوربشن، السرقه، بالرشوه، بالكلام ده كله. مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش، زي ما قلنا احنا كانوا اخين على وجه الارض، وكانت نسبه الفساد 150%، انا النهارده مش 50%، النهارده لو جيت بصيت هتلاقي مثلا الماكسيم 10 15%، لكن هو اللي طافي على السطح يعني. طافي على السطح. انما طبعا المقاولات زي ما قلنا قبل كده تقوم على ايه؟ على الاداره. واقرب تعديل او اقرب تعريف يعني او حاجه ان هو ايه؟ المقاولات اللي هي اداره ايه؟ اداره اموال الغير. وانت دايما انت مقاول بتدير ايه؟ يعني انت مش لو انت عندك راس مال متناسب مع الـ مع الـ الانتاج بتاعك مع الشغل بتاعك، ما عندكش بقى مقاولين باطن ولا عندك سبلايرز ولا عندك بتاع، انت تخسر يعني. لو انت ما عندكش مقاولين باطن وما عندكش سبلايرز، اللي انت بتعمل برودكشن زي ما بقول في اللغه الفرنسيه الانتربرينور، بتاخد شغلانه بتكلف بيها كذا واحد سب كونتراكتور، بتاخد المستحصلات بتاعتك اللي يجي لك وبتقسمها على الناس من الاول لاخر ببساطه شديده، اللي اداره اموال الغير. خلاص؟ فيعني ده يستوجب قمه الامانه، انما مش غلط، انما لو انت مع اي حد في اي مجال، اي مجال ممكن يفرح بفلوس كتير جايه له، وده على مستوى مش الشركات بس، على مستوى دول، على مستوى
مؤسسه مؤسسات على مستوى اي حاجه. محدش يعتقد ان الغلط هيستمر او الغلط هيحكم ابدا، مش هتحصل، مش هتحصل. دي سنه الله في الارض يعني. طيب مقدمه، ان العمل في قطاع المقاولات يسبب حركه مستمره لراس المال، وتأتي تفسير الحركه الى الربح واستمراره نظرا لكبر حجم المشروعات التي تقوم بها قطاع المقاولات، لان رؤوس الاموال المستثمره فيها تقوم باحجام كبيره تصل الى الملايين ومليارات وتريليونات دلوقتي. يعني اكبر قطاع في العالم في حد فلوس بتجري، خلي بالنا. يعني هو مش اكبر فلوس في صناعات بتاخد اعلى اكثر بكثير من المقاولات، لو مشاريع الفضاء في مشاريع اكبر من مشاريع المقاولات او الكونستراكشن. لكن الفلوس اللي فيها مش في ايدين الناس، يعني طبعا كل حاجه قبل ان يبقى فيها يعني percentage of corruption، لكن المقاولات الفلوس موجوده في وسط الناس كلها. يعني اللي بيجري الفلوس اللي بتجري وباينه في اي حته في الدنيا، واللي بتوقف واللي بتحيي اي بلد في الدنيا، واللي بتحيي اي اقتصاد في الدنيا، واللي بتحيي اي مجتمع في الدنيا، وتخلي الناس كلها احنا صغيرين خالص. كان يعني اهالينا اللي كانوا بيقولوا يقول لك لما المباني تمشي الحلاقين بتشتغل. يعني الناتج الفلوس بتجري، فالعائد بتاعها او وظيفتها بتخدم الناس كلها. اداره هذه الاموال تستوجب العلم والخبره والرغبة والقدرة الحقيقيه لنجاح هذه المشروعات، وبالتالي نجاح الشركات القائمه بعمل هذه المشروعات. يعني بيدار اموال كثيره جدا جدا، بقت اكثر من مليارات دلوقتي، مشروعات باكثر من مليارات. فايه اداره الاموال دي كلها، خصوصا ان في الستيك هولدرز فيها كتار جدا كتار جدا جدا، وبقت الحاجات دوليه. انت ممكن يبقى انت عندك مشروع في مصر بتجيب له حاجات من الهند وحاجات من الصين وحاجات من اوروبا وحاجات من امريكا وحاجات من استراليا. يعني ايه ان العالم مفتوح ايه للمشروعات الكبيره يعني. واحنا شايفين مشروعات دلوقتي، المشروعات كلها، ما فيش بلد في الدنيا ما فيهاش مشروعات بتاخد من جميع انحاء العالم البروكيورمنت بتاعها. دي المقدمه عشان نعرف يعني ايه ليه احنا بنتكلم دايما عن قطاع الكونستراكشن او قطاع المقاولات. يتباطر للذهن عند ذكر الفساد في منظومه المشاريع الفساد المالي فقط. والفساد ما هوش فساد مالي. الفساد هو شكل المالي طبعا بيبقى يعني ظاهر اكتر، يعني خلاص، او هو ده يعني ايه اللي بيبان على الناس اكتر. لكن الفساد مش مالي بس، هنلاقي فساد مالي وفساد اداري وفساد فني. والثلاث حاجات يعني هي انواع الفساد اللي احنا ايه هنتكلم عليهم، ودول هنحللهم وهنعرف نتعامل معاهم ازاي، وهنعرف ان احنا نتلافاهم ازاي، وهنعرف ان احنا ممكن نعالج ازاي، او من الاول خالص ان احنا نتوخى ان ما يحصلش عندنا في هذا المكان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى شفنا اماكن كتيره جدا من فضل الله سبحانه وتعالى كانت ماشيه وزي الفل وعايشه لغايه دلوقتي. الشركات بقى لها سنين طويله، سنين طويله يعني. يعني انا قابلني مره برضو ناس في مشروع كان هنا في مصر، مش بس كان انترناشونال، وكان مطلوب مقاولين من جميع انحاء العالم. يعني قلت لكم في السرقه قبل كده، جاء الراجل اللي هو صاحب الشركه اللي بيشتغلوا معاه الاكسكيوتيف سكرتري بتاعته، قال لي انا وارث الشركه دي عن ابو جدي، يعني هو كان رابع جيل. فلما تبقى تملي ده يبقى الامور تمشي صح وعارفين يعملوا ايه. برضه في خلال حياتنا برضه كان مشروع هنا في مصر، برضه كان مستشفى كبيره وشركه نفذته، وشركه برضه بتاع صاحب الشركه خلص المشروع وجاي قال له تعالى افتتحه كده. لما شاف المشروع ولف فيه كده قال لهم لا، هدوا المشروع كله وتهدوا كله وتعمل من اول وجديد. قال لهم ده مش مستواي ولا اسمي يتحط عليه ولا يتقال ان انا عملت هذا الشغل. صاحب الشركه الكلام ده له خيال علمي ولا هو كلام من كتب، ده كلام من الحياه من الواقع. ان اللي عايز يعيش اللي عايز يستمر لازم يمشي يعني ايه كوركت، لازم يبعد عن الكوربشن، لازم يبعد اي فساد، ما يستمرقش اي مكسب سريع، ما يستمرقش اي طريقه غير شرعيه او غير ايه يعني غير مش مظبوطه عشان هو ايه يكسب حياته او يكبر المؤسسه بتاعته او يكبر وما تسميه ارقام هذه المشاريع من اغراءات لعمل هذه المنظومات، فضل ان المكسب المالي هو الهدف الاساسي والنقال للقائمين على اداره هذه الاستثمارات الكبيره.
حتى لو كانت دخولهم كبيره فان اقل نسبه تعود اليهم من الفساد المالي كبيره جدا بالنسبه لدخولهم اذا لم يتوفر لهم الرغبه الحقيقيه بعد حصولهم على اي اموال او مردود بشكل غير شرعي او قانوني. ودي حاجات قابلتنا كتير. يعني مثلا واحد موظف يا رب ان شاء الله بياخد 100,000 جنيه في الشهر. اما يبقى قدامه في ايده مشروع مثلا 700 مليون ويتقال له مثلا هتاخد مثلا 5% ونظير كذا كذا كذا، 5 مليون بتاع 700 مليون دول كام؟ 35 مليون. فحتى لو بياخد 100,000 برضه لو هو اصلا مش هواش ملتزم، ما هواش يعني عارف ان الحرام ده وبرضه زي ما بقول لكم حقيقي الحرام ما بينفعش. انا بكلمكم كلام يعني كل ما تتقي الله سبحانه وتعالى في حياتك وتراعي ربنا في كل كبيره وصغيره، وحتى هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك في كل حاجه. فالمشكله بقى زي ما بقول لكم دلوقتي ان هي مشروع كبير جدا واحد ماسكه، يعني مهما اخد من سالري بالنسبه للاوفرز اللي ممكن تجي له، وياما احنا شفنا الكلام ده كتير شفنا كتير. فايه بيؤدي التركيز على الفساد المالي الى تجاوز بقيه انواع الفساد والتي منها الفساد الفني والاداري. منها يبدو ثلاث انواع اللي هو الرئيسيين، يعني اللي هو الايه المالي والفني والاداري. طبعا الاجهزه الشرعيه بتاع اي شركه فيها حاجات كتير، فيها حاجات كتير جدا، فيها دراسات وفيها 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 وفيها. احنا ما تطرقناش للحاجات دي لان هي الايه؟ هتدخل تحت الاداري برضه وتحت برضه الايه؟ الفني. وممكن تبقى تحتها يعني في 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 الموضوع عايز شغل، يعني الموضوع عايز يعني ايه؟ بس هتلاقيها الموضوع سهل والله. بالتالي منها ما هو مقصود ومعلوم المتسببين فيه للحصول على مميزات او مرضيات يستحقونها بشكل طبيعي، ومنها ما هو ايه؟ غير مقصود. وهقول لكم على حاجه برضو علشان يعني ايه نخلي بالنا، مش معنى ان هو غير مقصود ان هو مش مؤثر، يعني معلش انا اسف انا ما كانش قصدي، لا ده الغير مقصود ده ممكن يبقى اخطر على اي مؤسسه او 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 منظمه او مشروع. الغير مقصود ده يبقى اخطر من المقصود. يعني كان في كده زمان قوي كان في مقوله كده بتتقال، مقوله وحشه مش حلوه، انا ما بحبهاش ولا عمري حبيتها، بس برضه بقولها لكم برضه عشان تعرفوا ان ايه. يعني كان في مقاولين يقول لك ايه، انا مدير المشروع اللي هو بعد الشر الصفا العظيم بعد الشر عن لكم وعن اي حد الحرامي، وشاطر وبيكسبني احسن لي من الكويس اللي ما بيكسبنيش. طبعا ده كلام مش مظبوط، يعني انا المفروض المهندس الكويس الامين هو المفروض يبقى كده، فما بفترضش بقى الفرضين قصاد بعض، انما ما اجيبش واحد حرامي لان الحرامي ده ما فيش اولا ما فيش بتحط في ما دام قبلت ان يبقى فيه حاجه حرام داخله. طبعا الكلام ده الناس كتير هتستغرب منه بعد العمر ده كله، لكن انا بكلمكم عن وقائع وبكلمكم عن 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 حوادث وحاجات كتيره، ومش في مصر بس عشان ما حدش يقول ده احنا وحشين، ده احنا لا، في بره في الخليج وفي العالم كله اوحش مننا ملايين المرات ملايين المرات. طيب منها ما هو مقصود ومعلوم مسببين فيه، قلنا الكلام ده. فمنها ما هو ايه؟ غير مقصود، وعادة ما يكون غير معلوم مسببين فيه. بيبقى اللي بيعمل الكلام ما هوش حاسس او ما هوش عارف ان ده كوربشن. يعني لما يبقى واحد مثلا ماسك مدير مالي وهو ما يعرفش عن ايه الاداره الماليه. يعني هل نتوقع ان في حاجه هتظبط في حاجه تبقى كويسه؟ طيب واحد مدير مشروع هو ما يعرفش خالص عن ايه اداره مشروعات، وفي دماغه ان هو بيشتغل يعني بيرفكت وان هو خلاص. وهو تعلم مدير مشروع، عشان كده برضه دي نقطه برضه من النقط اللي دايما بنعلق عليها برضه في الفيسبوك للناس اللي هي متابعه، يقول لك ده انا في مدير مشروع ظالم ومش عارف ايه وبيعمل رتوب. يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها ظلم اداره المشروعات. ده مدير مشروع ما بيفهمش ومش عارف ايه. يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها مدير مشروع ما بيفهمش، ما سموش مدير مشروع. انت يتعين بالاقدميه مدير مشروع، يتعين بالواسطه مدير مشروع. انما ما فيش مشروع في الدنيا هيمسكه مدير مشروع محترف
وفاهم يعني ايه اداره مشروعات وعنده خبرته وتعامل مضبوط ويفشل منه مشروع. مستحيل مستحيل، الا اذا كان صاحب الشركه عايز يفشلها بقى، او مدير المشروع ده يعني ايه ربنا بيسر له حاله ويفتح له سكه ثانيه وبيمشي ويقع المشروع بقى، بس مش عن طريق مدير مشروع. مدير مشروع صاحي وواعي وفاهم واكريديتد ومتطور، ما فيش مشروع يقع منه، ما فيش مشروع يقع منه. يعني كل واحد فينا يراجع نفسه برضه ويبص ويشوف. وبعدين مش قصه برضه ان انا عندي مثلا 10 شهادات في مش عارف ايه والايه 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 والايه، مش عايز اسمي حاجه معينه، لا لا، انت في 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 اساسيات، في علوم موجوده. انت عشان تقول كل اللي معاهم شهادات طبعا ممتازين ممتازين، بيصرفوا على نفسهم وبيتعلموا عن نفسهم، انما انت بتيجي تبص على كتاب اداره مشروعات عادي دلوقتي، الكتاب فيه 1400 1500 صفحه. يعني انت افتح كتاب اداره مشروعات هتلاقي ان احنا مش بعاد، بس من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى غالبيه الكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه وحطيناه عشان خاطر برضه ايه اخواتنا وابنائنا واحفادنا اللي موجودين دلوقتي. يعني ايه اما يفتحوا يلاقوا حاجه يعني ايه يعني النهارده يستفيدوا بيها باذن الله تعالى. طيب خلينا نرجع نركز في موضوعنا من هو المقصود. ابقى مش عارف ان انا متسبب، يعني مدير مخازن خلاص، مدير مخازن ما يعرفش يشتغل على الاكسل حتى. هتقول لي ان هو يقدر يبقى اسمه مدير مخزن؟ لان النهارده المخازن لها بتشتغل مع الاي ار بي خلاص. مدير اداري برضه لغايه النهارده مش عايز يقتنع ان في مثلا سيستمز وان في اتش ار لازم يبقى بشكل معين او الى اخره، هو بيشتغل بقى له 25 30 سنه بقى في الشركه، ورافض تماما مثلا يخش عليه اي ار بي او يشتغل بسيستم. يا سيدي بلاش كلام من ده كله، اشتغل حتى بالايه بالشغل العادي بتاع اللي هو اكسل على يعني الحاجات اللي هي العاديه اللي هي. فالمهم فدي بتبقى ايه؟ بيبقى مش عارف، هو مش عارف ان هو مش عارف ان هو احنا بنسميه فساد بصرف النظر، ما هو يعني فساد في المؤسسه مش في الانسان، انما الانسان ما هوش عارف ورافض يتطور والدنيا بايظه معاه ولازم تبوظ ولازم تقع منه. فاللي مش هيتطور في المجالات اللي هو فيها انسى، لازم يقع. طيب يكون نتاجا من طبيعه خبرات السابقه وتجمد الافكار والتطبيقات عند مرحله معينه وعدم الرغبه في التطوير، ودي اخطر حاجه سواء عن قصد او غير قصد. ولأجل ذلك لو هو فساد غير مقصود قد يكون تاثيره اقوى من الفساد المقصود. هقول الكلام ده برضه ردا على المقولات الكتير اللي بتتقال، انما يعني ايه لازم نتقي الله سبحانه وتعالى ونعرف ان مفيش اي حرام، مفيش اي حرام. انا بقول لكم باعلى صوت وبمنتهى الثقه وبعد يعني سنين طويله، عشرات السنين من العمل في مصر وبره مصر، مفيش شركه ولا مشروعات ولا مؤسسه ولا هيئه ولا دوله هتمشي غلط ومش حتى مش هتصلح نفسها وهتصلح نظامها وهتصلح ناسها وهتستمر، هتقع. وكلنا ايه واحنا بنتكلم بمنتهى الحياديه، ولا لا لنا دعوه بالسياسه ولا لنا دعوه باي حاجه ثانيه غير ان نتقي الله سبحانه وتعالى. ودي دعوه ان لكل الناس انها ايه يعني تنتهج في حياتها تقوى الله سبحانه وتعالى، وما تبطلش تذاكر وما تبطلش تعرف وما تبطلش تتعلم وما تبطلش يعني ايه ان هي تعرف ايه اللي بيحصل كجديد او حديث في المجالات اللي هو فيها. ويبقى الشكل التالي الشكل رقم واحد ملخص انواع الفساد سواء غير مقصود او مقصود، وليه تفصيل لكل من الانواع دي. يعني ايه؟ حاجه فيري 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 سيمبل، ودي يعني اول حاجه انواع الفساد، في غير مقصود وفي مقصود فني واداري ومالي، والتاني ايه؟ المقصود ايه؟ برضه فني واداري ومالي. زي ما قلنا هنلاقي كتير قوي في كل حاجه. يعني يوم ان شاء الله احنا مش هنقف، يعني هنخلص التو ليفلز دول هنكمل ان شاء الله، هنكمل ان شاء الله طول ما احنا
ربنا يعطينا الصحة وفي شباب وناس عايزين وبيحضروا ويعملوا، احنا مش هنبطل نقول وننقل كل الأقصى ممكن نقله للناس كلها فايدة عامة يعني. فالغير مقصود قلنا فني وإداري مالي، والمقصود فني وإداري مالي. والإيه والبرزنتيشن ده قايم على إيه؟ تحليل الثلاث عناصر دول، في غير مقصود والتعصب في المقصود. هن ايه؟ هنصغر دي بقى شويه ونخليها كده. طيب احنا قلنا الشكل ده بيوضح الكلام ده. اول حاجه هنتكلم عن الفساد الفني غير المقصود. خلاص؟ طيب اول نقطه اللي غير المقصود، الضعف الفني للقائمين على اداره العمل. بمعنى ايه؟ ودي بتحصل كتير جدا، سواء في مقاول، في استشاري، في بي ام او، في مالك، في اي حاجه. يقول لك انا اجيب مهندس كبير ياخد مني مثلا مبلغ قد كده، وانا اجيب مهندس صغير لسه وهو يتعلم وندي له اي حاجه هينفع، فبيبقى ده ضعف فني. وبعدين يجي في الاخر يزعل يقول لك ده انا جايب واحد مهندس. هو المهندس ما المهندس اللي ما بيتخرجش ويتبهدل اللي هو الاربع خمس سنين الاولانيين، واشتغل مع ناس فاهمين وعارفين ومستوعبين، ده عمره ما هيبقى مهندس كويس. اللي هياخدها بره مهندسين بتتخرج هتقضيها في جيبها وخلاص انا بقيت مهندس. وانا لا لا لا، الاربع خمس سنين الاولانيين دولت بيحكموا على كل حياتك وتعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسك. فالضعف الفني للقائمين على اداره العمل، اداره العمل الفني لو القائمين على ادارته تعبانين. وعلى فكره وانا قابلني هذا الكلام، قابلني هذا الكلام ممارسين كبار يعني ناس 25 30 سنه، انما هو نفذ بشكل معين وبطريقه معينه ما تقدرش تقول له اعمل حاجه ثانيه. يعني في واحد عايش حياته كل مره لاخرها بيشتغل يعني الشدات، اقرب حاجه شدات النجاره بتاع مثلا، هو ما يعرفش العروق ولا تصانع، حتى ما يعرفش يحط المسكي ولا يعني ما حتى ما بيعملهاش صح. يقول لك لا انا بشتغل كده، هي العروق والاتزان. وده للاسف يعني ايه، ناس كتير قوي ماشيه كده وشغاله كده وشغاله كده وما تعرفش غير كده. ما تعرفش بقى ان في يعني مئات الانواع من الشدات، يعني تيبل فورم وفي سليب فورم وفي دوكا سيستم وفي سيستم كتير جدا، الشدات الخرسانه مثلا. أنا بيجي مهندس واقف في المشروع وما يعرفش هذا الكلام، يبقى ده ضعف فني. ماشي الحال؟ طيب عدم الخبرة الفنية بالأعمال المنوطة. عندي شغل مثلا إلكتروميكانيكا، خلاص، وأنا راجل مهندس مدني. طبعا أنت لما بتشتغل كتير خلال حياتك تعرف، يعني إحنا عندنا كمدير مشروع عندنا معرفه قطعا بـ 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 بكل الاعمال اللي موجوده، اذا كانت الكتروميكانيكال، اذا كان كل انواع اعمال التشطيبات، لو انت مهندس مدني اعمال كل الاعمال عندك خبره بيها، لازم انت كمدير مشروع في هذا الكلام ده كله اخر. بس انت عارف هذا الكلام وعدى عليك وعديت عليه وانت عملت بايدك، لكن ما انتش متخصص فيه، ما انتش مش انت اللي قاعد بقى بتستلمه او بتعمله. فالجيل الجديد بيتعلم بقى، يعني احنا وعدنا عشان نتعلم برضه. هو انا الحقيقه انا حاسس ان في دروب حصل، يعني غالبيه المهندسين يعني كانوا بيسافروا بره وكده، وما ايه ما فضلش حد يعني اللي اتعلمه في في, في 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 مصر او في غيره يعني وكده. احد الاسباب برضه انا هتعلم من مين؟ يعني احنا واحنا في شبابنا بتكلم على زمان قوي، كان كنت بجد ورا المدير بتاعي عشان اشوفه بيعمل ازاي، بيتصرف ازاي، بيستلم ازاي. دي واحده دي خلاص. بنتعلم من النجار والحداد والعامل اللي بيشتغل في الموقع. خلي بالنا، خلي بالكم، انا مش ببالغ ولا بجامل ولا لا،
بشوف ده بيحفر ازاي وبيعمل انتاج ازاي، وده بيعمل خرسانة، ده بيعمل حديد ازاي، ده بيركب ازاي، بشوفه بعيني وبمارسه. عشان كده بقول لكم الاربع خمس سنين الاولانيين دول، كل ما انت كنت متعمق وكل ما بتشوف حاجه وتقوم تعملها بايدك، بتلاقي نفسك بعد كده الدنيا بتصغر في ايدك، بتطور نفسك في مجالات بقى اكبر بقى، في المانجمنت بقى، في التكنيكال امبروفمنت اللي بيحصل في العالم. طيب عدم الخبره الفنيه، عدم الرغبه في التعلم والتطور، ودي من اخطر الحاجات اللي في الدنيا. يعني ان انت تبقى ايه، يقول لك مثلا انا بشتغل بالعروق والاحتضان وبتاع، مش عيب. انما يعني انا اذكر من الثمانينات، يعني كان بقى له قد ايه، في شركات كبيره جدا مصريه هنا في مصر، كان ممنوع يشوف عرق ولا تزانة في الموقع، كلها شدات معدنيه. قد يكون الشده المعدنيه الـ 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 الاسد بتاعها اكبر او اغلى او الى اخره، لكن انت لو بصيت في السرعه، بصيت في الكواليتي بتاعت الحاجه، هتلاقيها اسرع في حاجات غير كده. في التيبل فورمز، التيبل فورمز دي اشتغلنا بيها هنا في مصر هنا يعني 78 79، في ستيب فورم كان موجوده ايامها، شركه اوتينور كانت موجوده في مصر، وكان في شركات كبيره مصريه شغال فيها كويس قوي. في حاجات كتيره موجوده يعني في مصر هنا، احنا كان عندنا، ممكن اذكر اسم الشركه هنا بقى، يعني كانت مصر اسمها الاسمنت المسلح، دي من اكبر واجمل الشركات، كان مستر ايجلاند ده كان رئيس مجلس الاداره، وكان ناس كتير من اللي كانوا شغالين القدام شفناهم بعينينا واشتغلنا معاهم. اللي كان الملاحظ شوف مستواه شكله ايه، المراقب شكله ايه. يعني شوف مصر اسمها مسلح، طبعا اتغيرت، انا مش بتكلم عن حد وحش او اي حاجه، انا بقول لكم ان احنا ايه اللي مش هيتعلم ويتطور في كل اتجاه، سواء فني سواء اداري سواء مالي، انسى. ده فساد غير مقصود، لازم يتطور، لازم يتطور. عدم الثقه في معلومات وخبرات الشباب في المستوى التنظيمي الاقل، ودي شيء سيء جدا الحقيقه. يعني انا مثلا، انا مدير في شركه، ولا حد تاني يعني، انا مدير في شركه مثلا، وجا مهندسين ما شاء الله زيكم كده، زي الشباب اللي هو الشباب الجميل اللي هو متخرج ده وبيشتغل بقاله سنه او سنتين. الناس فاهمه النهارده ما شاء الله، الشباب تكلموا في الـ في الـ في, الـ في البيم ماشي، تكلموا في الـ في في في, في السيستمز ماشي، تكلموا في 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 السيستمز ماشي، تكلموا في مانجمنت ماشي. يعني الشباب، شباب جديد الحقيقه، لازم ياخد حظه، ولازم يعني ايه اثق في 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 رؤيته. يعني دايما يعني برضو انا مش بقى مش يعني يعني برضو كلام عن الناس ده، انا ده مش كويس، بس انا بقول لكم على السيستم الشغلاني. يعني مشروع من المشروعات الكبيره جدا، يعني مهندس متخرج من الكليه، كان تاني يوم في اجتماع مع شركه، كانت شركه مقاولات، احنا كنا شركه مالك. تاني يوم كان مدير الشركه الاوروبيه عندنا الاجتماع، قلت له تقعد وتجتمع وتتكلم بثقه بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الشباب دولت كنا بنتعامل مع بعض كلهم، ولادي طبعا، ولادي مصر، ولادي دلوقتي ما عجزش نفسي قوي، لكن الشباب هو الامل في الحاضر وللمستقبل. وده هو الحقيقه، هو ده يعني ايه البلك المقصود من انه ايه، انه يعني دول يعني اسرع ناس بتتعلم، اكثر ناس بتقرا، اكثر ناس بتطلع، اكثر ناس عايزه ايه تبني نفسها وتنهض بنفسها، سواء في الـ في الـ في الميثودولوجيز او في الـ في السيستمز، او سواء في الايه في في, في 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 اي تكنيكس طالعه جديده. على الإمام بالنظم والوسائل الحديثه للبناء، وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي، انا مش هقف على قمط وعرق ولا شده معدنيه ولا لا، الدنيا مفتوحه، الدنيا مفتوحه في انواع السيستمز لا نهائيه. ما فيش اقعد بقى برضه في الاير كونديشننج على حاجات معينه، لا ده النهارده الدنيا اختلفت تماما. شغل الكنترول الدنيا اختلفت تماما النهارده.
يعني احنا مش هتكلم على مصر، هتكلم على يعني ده من اكتر من 30 35 سنه. انت ممكن ما تنزلش المشروع، انت بيجي لك لغايه عندك، بتحط كم كاميرا في المشروع وتشوفه كله وانت قاعد وانت في بلد تاني خالص. فكل ايه المهم بنظم الوسائل الحديثه للبناء، غير طبعا الفانكشنز بقى بطبقها ازاي، بطبق التدرج بتاعت ازاي. عايز اقول اقسام مختلفه لازمه للتنفيذ. كان زمان يقول لك ده انا عندي مهندس، مش مهندس شاطر قوي. مهندس شاطر ده بيعمل كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه. هو اللي بيستلم الموقع، هو اللي بيستلم الخرسان، هو اللي بيستلم الحديد، اللي بيستلم الخشب. انا بتكلم على النجار، شغل التنفيذ يعني. معاه ملاحظ اتنين لمهندس جديد او مهندسين جداد. دلوقتي الدنيا اختلفت تماما تماما، وباذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، ربنا حيانا اللقاء القادم لو قدرنا ان شاء الله نخلص النهارده اللقاء، يعني الموضوع مش طويل. اللقاء القادم هنتكلم على تقييم شركه المقاولات، هيبان فيها فئه الاقسام. هتلاقي الاقسام مش كده تفكر النهارده. عندك اول حاجه البيزنس اكوزيشن، وبعدين عندك ايه الكوست مانجمنت، اللي هو اللي هو اللي بتاع الناس بتحسب الاسعار، الكوستنج بتاعها. وبعدين عندك التكنيكال اوفيس، وبعدين عندك الكيو اي كيو سي، وبعدين عندك البلاننج، وعندك الاتش اس اي، وبعدين عندك الكونستراكشن، وعندك المخازن، وعندك البروكيورمنت، وعندك الكلام ده كله من اول لاخره لازم نبقى فاهمين. يعني ما يعني اللي بيدير شركه كبيره وما عندوش هذا الكلام بيقع. فلازم يبقى في تطور. ما عادش ينفع يعني، احنا كان زمان في اول حياتنا كان يقول لك ده مقاول شنطه فعلا، يعني هو عنده مكتب في حته ولا بتاع، ومعاه شنطه فيها فلوس، وشنطه العربيه فيها شويه مهمات، وبقى ماشي بقى هو بيشتغل. دي كانت مرحله وفتره وعدت وخلصت. وممكن الواحد بدا كده وكبر، يعني مش عايز اجيب يعني برضو اسماء، في اسماء كبيره جدا جدا النهارده، واحفادهم النهارده دكاتره مهندسين وقياديين والى اخره، شركات كبيره جدا جدا، وتأممت سنه 61 كانت شركه كويسه وعاشت عاشت واسمائهم فضلت ودلوقتي كتير يعني، وكانوا ناس عاديين خالص، وكانوا دون العاديين كمان، ما شاء الله دلوقتي اسماء كبيره جدا. فاللي مش ما سايب عنده المام بقى بالنظم والوسائل الحديثه، وما التفتش بقى ان الاقسام لازم تبقى موجوده، يبقى يعني ايه ده اسمه فساد. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف ان قصه الفساد دي ما هياش قصه ان انا واحد مهندس مثلا المقاول الباطن بيقول له خد دي وفوت لي، او المورد بيقول له خد دي فوت لي، لا لا خالص خالص. ده يمكن دي حاجه يعني قد لا تؤثر في الـ في الـ في الـ في الفاينل ريزلت، بس هتاثر مع اللي بيعملها، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد. خلاص، عالم كل الاقسام المختلفه لازم للتنفيذ. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على واحنا قاعدين كده ما رتبناش حاجه، نتكلم على ايه؟ على الـ على العموم يعني، تلاقي من بيزنس اكوزيشن لغايه ما اسلم مشروعي، ما فيهاش الشؤون الماليه والشؤون الاداريه وكذا من اول لاخر. النهارده الكلام ده كله في انتربرايز ريسورس بلاننج، والريسورس بلاننج ده موجود من زمان. يعني انا اذكر في اول مره شفت الانتربرايز ريسورس بلاننج ده كان 2005 2006، وشركه كانت في دبي واشتريته بمبلغ كبير جدا، يعني اعتقد كان مش عارف 500,000 دولار او حاجه زي كده عشان تظبط نفسها. النهارده الحاجات دي كلها بقت موجوده وبقت افيلابل وما بقتش غاليه قوي ولا حاجه. فلازم عندك سيستمز موجوده النهارده بتديله مكانك وتكتشف كده. واللي ما عندوش الكلام ده كله لا هيكبر ولا هينجح ولا هيكسب. طيب الخلل في الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيميه انا مش هتكلم بقى على ايه، يعني في الاصل عندك ثلاث انواع من الهيكل التنظيمي، وكلمنا الكلام ده
زمان يعني في اول ما خلينا في الحاجات الاولانيه. في هيكل تنظيمي هوريزونتال اللي هو الافقي. ده كل الاقسام اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي لو موجوده تحت ايه؟ في اول صف. فيها واحد بس. يبقى انت مدير عام الشركه او مدير عام او مدير المشروع باصص لكل حاجه من اول القهوه والشاي ونظافه المكتب لغايه الشؤون الماليه والشؤون الاداريه. كل حاجه هو ده شغل هو الايه؟ اللي هو الايه؟ شغل الرجل الواحد اللي هو لو غاب يوم المشروع وقف. لو مات بعد الشر الدنيا كلها بقى باظت وخلصت ما حدش عارف. فده اول نوع وده طبعا يعني من اسوء انواع الايه؟ الهيكل التنظيمي. النوع الثاني اللي هو الفيرتيكال. الفيرتيكال بيبقى ايه؟ نقاول. متخيلين معايا ولا يعني يا رب يكون في يعني داعي طيب طيب في الفيرتيكال. الفيرتيكال ده عباره عن التوب فوق في اللي هو التوب اللي هو التوب بتاع الهيكل التنظيمي اللي هو مثلا اذا كان رئيس مجلس اداره المؤسسه او مدير عام حاجه او كده او مدير المشروع وتحت منه ايه؟ بيبقى فيه ثلاثه فيرتيكال الثلاث انفار فيرتيكال مثلا ولا اثنين خلاص وايه؟ ودول اللي هم اللي بيمشوا الدنيا بحاله فده فيرتيكال. كل واحد من الثلاثه دول مشغل تحتيه بقى ايه؟ الديبارتمنت بتاعه. ممكن يكون ماسك الفني الواحد والاداري الواحد والفني ومالي واداري كل واحد. وده برضو بتبقى التركيبه مش حلوه. ليه؟ وكان احنا قلنا كلام شرحناه قبل كده. يعني هو الشركه قايمه على الثلاث نفر اللي فوق دول، الثلاث افراد اللي فوق. فدول اي خلاف ما بين واحد والتاني وقعت الشركه، وقع المكان، وقع المشروع. فالاجمل ده بتكلم عن خبره بقى وعن تجربه وعن دراسه. اجمل انواع الاورجنايزيشن شارت اللي هي التصميم اللي هو ايه؟ الماتريكس. فانكشنز كلها موجوده في الشركه، وكل فانكشن له المدير بتاعه، وكل مدير بتاعه تحتيه الناس بتوعه، والبروجكتس في تخصص البروجكتس، وكل بروجكت مانجر واخد من الهيكل بتاعه. ده اللي هو الايه؟ البست بقى. بتتقسم بقى السترونج ماتريكس وويك ماتريكس ونورمال وهكذا. لكن انا يعني ايه؟ هو لو اتعمل ماتريكس مظبوط ايه هيؤدي؟ فالخلف هيكل التنظيمي ده من ضمن الحاجات الهامه جدا جدا. يعني انا لما بحب اعرف حاجه برضه ان شاء الله اذا احيانا ربنا واتكلمنا الاسبوع القادم ان شاء الله على تقييم شركه المقاولات. يعني انا عندي مشروع انا كاونر او الى اخره، وعايز اقيم شركه المقاولات او استشاري ادور على ايه فيها ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله بالكلام الاحد القادم نكون يعني ان شاء الله جهزناه واشتغلنا عليه. طيب بعد كده الفساد الاداري غير المقصود. هنتكلم على ايه؟ الفساد الاداري. ممكن يبقى شركه ما فيهاش نظام اداري، ما فيهاش يعني اهو واحد واقف هدي ودي ده اعمل ده اعمل ده واقف بيلف على المواقع بتاع واحد او اتنين مش جوه نظام بقى ومعروف ده ايه وده ايه وده بيعمل ده اتش ار ده مثلا مسؤول عن ايه ده مسؤول عن ايه. النظام الاداري طبعا اللي هو بتاع ايه اللي هو يعني في بيرسونال وفي حاجات كتير جدا. ما في ناس ما فيش نظام اداري. طيب عدم وجود هيكل اداري واضح للشركه. هيكل اداري جوه الهيكل التنظيمي. فانت ما انتش عارف مين ماسك الشؤون الاداريه. المفروض يبقى عندك مثلا مدير شؤون اداريه. مدير شؤون اداريه تحتيه مثلا واحد اتش ار، واحد بيرسونال، واحد مثلا اشتراوات حاجه، ثالث مثلا اداره مكتب، رابع يعني كل شركه بحجمها ورؤيتها بطريقتها بيبقى فيها هيكل اداري واضح له مدير وله كل واحد السب ديفيجن بتاعته في الليفل الثالث، والليفل الثالث برضه تحتيه ناس واضحه الحكايه. تمام؟ طيب الاعتماد على هيكل اداري بمستوى اداري واحد
بما له من تركيز السلطات في يد واحده وما له من عيوب. هيكل اداري ايه في مستوى اداري واحد، كنا بنتكلم عليه اللي هو الايه؟ الهوريزونتال اللي هو الايه خلاص؟ يعني الهيكل الاداري الراسي بما له من عيوب كنا بنتكلم عليه دلوقتي. طب ماشي، هو هنا اداري بمعنى كل بتاع مش مجرد الاداري اللي هو اللي ماسك الاتش ار والكلام ده كله، لا ده هيكل اداري يعني هيكل تنظيمي. ده احنا بنتكلم دلوقتي على الهيكل الاداري اللي هو الهوريزونتال اللي هو المستوى الاداري واحد، مستوى واحد، والثاني اللي هو الفيرتيكال اللي هو عيوب كتير جدا. طبعا اي خلاف ما بين هو لما بتقاس على اثنين او على ثلاثه والناس كلها تحت ثلاثه، يبقى انت عندك بس عندك ايه؟ بت 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 بتبوظ مننا يعني. عدم وجود نظام جوده. احنا فاكرين لما اتكلمنا عن نظام الجوده، الجوده ايه؟ كيو اي كيو سي. الكيو اي خاص بالنظام، يعني احنا اتكلمنا على 9000 واحد شرحناها كويس بفضل الله سبحانه وتعالى. فاقل حاجه تتعمل ان يبقى عندك ايسو. برضه عايز الناس تفهم، احنا مش لا بنعمل اي حد ولا يعني بفضل الله عايز اي حاجه احنا تحت امره يعني، بس دي احنا بنتكلم على 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 برنسبلز وعلى ثقافه. دلوقتي انت هل انت النهارده هتتكلم على لين كونستراكشن ولا على السكرام ولا على يعني على التطوير الاداري وانت ما عندكش اصلا نظام جوده؟ احنا شرحنا لما جينا اتكلمنا على الـ على الـ على الكواليتي مانجمنت على الكواليتي اشورنس سيستمز ان انت الايزو دي او ال 9001 الايزو 9001 دي رابع او خامس تقسيمه من تاريخ ال ال نظام الجوده وراه توتال كواليتي مانجمنت. هل في حد يدعي ان هو شغال توتال كواليتي مانجمنت دي؟ ده ديمينج مطبقها في الاربعينات في اليابان، واليابان النهارده يعني اتأمرت وقفت على العالم كله بسبب هذا الكلام يعني الكواليتي اشورنس. وزي ما قلنا مفيش مهندس حاجه اسمها مدير مشروع هو الشخص ده في الكواليتي اشورنس. الاثنين بقى اللي بيكملها ايه؟ او جزء منها السبسيدري بتاعتها الكواليتي كنترول. طب الكواليتي كنترول الموضوع اختلف برضه دلوقتي. الكواليتي كنترول النهارده ده فيه ده بقى بحر. يعني الكواليتي كنترول ده ممكن يبقى لينير، يعني انت ماشي بتاع الكواليتي كنترول على 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 كل حاجه، على كل الريسورسز، على الماتيريال، بتتكلم على المان باور، على المصنعيه، بتتكلم على الايه؟ على الـ على الـ على التايم. فالكواليتي كنترول يعني كواليتي لكل حاجه. التوتال كواليتي مانجمنت الكواليتي بتاعت كل حاجه متعلقه بكل حاجه. فدي يعني والموضوع دي على فكره دي متطبقه في اساتذتنا كتير الله يرحمه الدكتور عبد الفتاح محمود، ده كان استاذنا الكبير في الوالد الاصغر من اكثر اصغر من يمكن 10 15 سنه، ده كان استاذ ان شاء الله باذن الله نصار ان شاء الله برضه تشعر كواليتي مانجمنت. لان انا دلوقتي زي ما بنقول دلوقتي، هل انا ينفع ان انا اصلا ما عنديش نظام في شركتي او في مؤسستي او في مشروعي وهطبق توتال كواليتي مانجمنت او هطبق السكس سيجما او اللين سكس سيجما واجيب ناس بلاك بيلت وناس جرين بيلت وناس مصر بلاك بيلت واقول ان انا هيشتغلوا بيشتغلوا معايا واقعد اقول ده انا عندي وعندي وعندي وانا اصلا ما عنديش نظام يشتغلوا فيه؟ يبقى لازم يكون في نظام جوده. عارف بس نظام الجوده فيه اهو الخطوه اللي وراها على موضوع الاجراءات والعمليات. كل ده ما اتكلمناش على حاجه مقصوده لسه، شوف احنا بنتكلم قد ايه في الغير مقصود. فنخلي بالنا ان ما انا مش بقول مقصود او غير مقصود، يعني القصد ان ايه؟ ان احنا لما بنتكلم على كوربشن مش بنقول كوربشن المقصود اللي هو يودي النار. ولو ان برضه لو انا مانيش متمكن، لو انا مانيش مدير مشروع شاطر واتعرض عليا مشروع وما اقدرش اعمله او في اي حاجه بتاع واوافق وامشي واشتغل، طبعا هنحاسب برضه. لان تقوى الله سبحانه وتعالى انك ما تصدرش الحاجه انت ما تقدرش تعملها، ما عندكش خبره فيها، او ما عندكش استعداد انك تصلح نفسك بالظبط انك تعملها. فدي طبعا يعني عدم وضوح الاجراءات والعمليات. في ناس ممكن تعمل ايزو لكن للاسف الاجراءات مستوى معين اللي بيعملها مش مشاركه الشركه كلها فيه. هي بس شاطرين يجوا مثلا
قبل الاكسترنال اوديت بيحصل الاكسترنال اوديت لو 3 سنين بيعمل الاكسترنال اوديت، اول سنه وثاني سنه ثالث سنه بيتعمل تجديد، قبل مثلا شهرين ثلاثه ولا حاجه يا اخوانا احنا هنجدد النظام، يجوا بقى ايه يلموا الملفات. وعلى فكره ده مش في مصر، مش في مصر بس يعني، ولا في الدول العربيه بس، ده كلام ده موجود في اوروبا كلها وفي كندا وفي كل حته في العالم. يعني انا احنا لما بنتكلم كان بنتكلم التايتل بتاعنا ايه؟ How to be international project manager. فيعني هل لما بنتكلم على حاجه مش بنتكلم عليها عشان نقول ان احنا وحشين ولا لا 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 لا. هذا نروح للاجراءات والعمليات اللي هي الايه؟ البروسيدجرز والبروسيسز. لازم تبقى واضحه جدا ومعروفه كل واحد بيعمل ايه وبيعمله ازاي وامتى والكلام ده. طيب دخلنا بقى على الايه؟ على المقصود. طيب الفساد الفني المقصود بقى من انواعه، يعني هنتكلم على حاجه شويه حاجات بس من انواعه، يعني ايه؟ تركيز صلاحيات عدد محدود من موظفي المستوى الاعلى، وعاده يكون واحد فقط ولو ادنى. يعني ان الصلاحيات الفنيه عند واحد هو خلاص ده بقى، وده قابلنا كتير برضه، قابلنا كتير قوي. يبقى مدير طبعا هو مدير بقى له مثلا 15 20 سنه في المكان، وهو كان من اخره، و زي ما قلنا ما تطورش، ما اعرفش يعني اداره، ما فهمش يعني ايه التطوير اللي حصل. لان خلي بالكم ال 20 سنه الاخرين دولت فرقات كبيره جدا 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 في الاداره. يعني هو العالم كله فضل نايم، مش العالم كله يعني، يعني مش عايز يصحى يعني. لغايه يعني ديمينج كان في الاربعينات، وبدا في الستيتس سنه 80. الصين بكل اللي شايفين ده كله من اول اخره بدات 82، بدات على يدنا، حسيت هذا الكلام. الصين برضه بدات 82، يعني ان الـ يعني التطور اللي حصل في حتى في ال 20 سنه الاخرانيين الدنيا ما كانتش كده، ما كانتش كده، اختلفت تماما. 20 25 سنه كان في سيستمز بتاع احنا شفناها طبعا، عشناها، عشنا حته كان فيها حاجات عاليه جدا. كان بيجوا اجانب، كان بيجوا مثلا اوروبيين، دول الاوروبيين هم كانوا اكثر ناس كانوا بيجوا في مثلا السبعينات مثلا او الثمانينات. انما بدات الصين بعد كده يعني، بعد كده بشويه اليابانيين برضو كانوا في قطاع البترول وبرضو اشتغلنا معاهم. فالقصد ان يعني ايه؟ ان الكلام اللي بنحكيه دلوقتي النهارده ده كل ما اقول اخره ما هواش مشكله محلية، ما هياش المشاكل تكون الأخيرة مش محلية ولا خاصة بالدول العربية، ولا يعني دي موجودة في أي مكان. ممكن تشتغل في شركة أوروبية وشركة يعني من الأسماء كبيرة جدا، وتلاقي فيها حاجات كتيرة من الحاجات اللي موجودة. طيب فأول حاجة تركيز صلاحيات في عدد محدود من الموظفين المستوى الأعلى، وعادة يكون واحد ولو أتباع. بتلاقي واحد بقى يعني إيه ده؟ الإمبراطور بتاع الحتة، ويا ريته بيدير. لا هو بيبقى اسمه مدير، مدير عام، بيبقى مدير مشروع، مدير مؤسسه، لكن واقع الامر هو واخد المواضيع بشكل ايه يعني ايه؟ هو بيشتغل زي ما دي زي ما كارل كيرسنر قال لهم ابو الشركات الامريكاني، انتوا ما بتشتغلوش اداره، الاداره دي يعني ايه؟ عشان لها وظائف ولها ابلكيشنز ولها ولها ولها، انتوا بتشتغلوا. فمحدش يقول يدعي ان هو يقول مدير او اسمي مدير لمجرد ان هو قريب مثلا رئيس مجلس الاداره ولا قريب مين، وتعين مدير على مكان هو اصلا لا فاهم اداره يعني ايه، ولا ده اول ولا اخر. طيب في حجب المعلومات الفنيه على الاطقم التنفيذ. الله، احنا بننفذ ان شاء الله برضه باذن الله هنحاول نخش في كونستراكشن مانجر من شويه، عشان برضه ابنائنا اللي هم يعني ايه متخرجين جداد والناس اللي هي يعني مهتمه ان هي برضه ايه تعرف يعني، ما بيبقاش احنا مجرد كلامنا كده. انا لغايه دلوقتي بشتغل بروجكت مانجمنت على فكره، ما دخلتش في كونستراكشن مانجمنت خالص خالص خالص. كونستراكشن مانجمنت ده برضه قصه حلوه وجميله، وان شاء الله برضه بنشتغل عليها باذن الله تعالى، بس ايه نخلص بقى في الحاجات الاساسيه يعني. احنا كده الحمد لله رب العالمين يعني. طيب حجب المعلومات الفنيه على اطقم التنفيذ يعني ايه؟ يعني بيبقى مثلا
مهندس في الموقع محتاج رسومات خلاص عشان ياخد الشوب دروينج اللي هشتغل عليه، يروح اربع خمس مرات. ده الكلام ده انا سامعه قريب، سامعه قريب جدا يعني. يعني مش عايزين يوصلوا المعلومات الفنيه لاطقم التنفيذ اللي بتشتغل، هشتغل ازاي؟ او فاهم، فاهمين يعني قصدي ان يعني ايه، ان الكوميونيكيشن يا اما مقصود بانها تبقى كده يعني، محدش عايز حد يبقى احسن منه. انا شفت مهندس مثلا جديد ده، انا لما ابقى مدير مشروع والاقي مهندس معايا احسن مني، ده انا بحطه على دماغي وابينه. يعني انت دي نقطه مهمه جدا يعني، دول ما قلتهاش كتير، ان قوتك كبروجكت مانجر من قوه الناس اللي معاك. دي كانت نقطه برضو مثاره في برضو على الفيسبوك. انا يعني بدخل كتير على الناس بحاول ان انا برضو ايه أمور. يعني ده ما في كان في مشكله، يقول ايه، هل الافضل انك الطاقم اللي معاك وانت مدير مشروع الطاقم معاك يبقى عبقري ممتاز وكده، ولا الاحسن يبقوا يعني مستواهم؟ طبعا مين اللي قال كده؟ ده انت كل ما كان الطاقم اللي معاك رائع ومتخصص وممتاز، كل ما انت الشغل بتاعك انت بتشتغل بايه؟ يعني عامل معايا نص نص، ولا تكنيكال اوفيس تعبان، ولا اكشن مانجر هات ايدك، عيب ايه؟ اصل هو برضه المشكله برضه الناس فاكره مدير المشروع ده امبراطور، ده واحد مثلا ايه هو بقى. لا، مدير المشروع ده ازاي يعني، برضه احد انواع الديفينيشنز بتاعت مدير المشروع، ان هو بايه بياخد نتائج عن طريق الغير. هو انا بشتغل تكنيكال اوفيس مدير مشروع، ولا بشتغل كونستراكشن، ولا بشتغل كيو اس يو سي، انا ما بشتغلش، انا فاهم وعارف كل حاجه وفاهمها كويس قوي، انما ما بشتغلهاش. وانا يمكن قلت لكم قبل كده برضو المشروع مشروعات كبيره قوي، انا يعني ماستر كنت في الهاي رايز، وكان بيشتغل دكتوراه في الفورست مانجمنت، بس ماستر في الهاي رايز ستراكشرال انجينير بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، ما كانش لسه حد عارف هاي رايز يعني. اما يبقى عندي مهندس انشائي مصمم مش اقل من مشروع بايد ايام ما كانت سلايد رول، وكنا شغالين بروجرام وكالكوليتر، وبعدين نشتغل على الكمبيوترز بتاعت الكليه، وكان كل اخره كنا يعني نتطور. ومعايا مهندس انشائي، لا يصح ان انا اقعد في اجتماع اطلع نفسي او اطلع معلوماتي احسن من المهندس الانشائي بتاعي. المهندس القاعد ده ممكن يكون ابني. الله يسعدك شكرا. افندم مين معانا؟ محمود؟ محمود وصل ولا احمد؟ 150 ايه الصوت؟ في حد عايز حاجه؟ طيب المهم، فحجب المعلومات في الأطقم التنفيذ دي عملية مش تمام يعني. لازم كل واحد في مجاله يعرف الفول ديتيلز بتاعت كل حاجة. طيب الفساد الفني المقصود زي ما بقول برضه هنا ايه؟ خلق صراعات هدامة والدس من أعضاء الفرق المختلفة للتنفيذ. يعني في زمان كان يقول لك الاستعمار عمل ايه في المنطقة العربية؟ قال لك فرق تسد. فرق بقى بين مسلم ومسيحي، يفرق بين سنه وشيعه، يفرق بين حاجه وحاجه مش عارف يعني، لو ايه فرق تسد. يبقى انا لما افرق الطقم بتاعي يعني ايه، او اخلي ده ما فيه وقيعه ما بين الناس وبعضها، انا اعرف احكمهم. ده كلام طبعا، ده كلام ده 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 ده, ده يعني شيء سيء جدا 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 جدا، وفلسفه سيئه، ووجهه نظر اللي يعملها ويشتغل بيها طبعا هو ملوش عمر في الاداره برضه، حتى ولو مهما كان. انما خلق الصراعات الهدامه ده ما بين الناس بيبوظ الدنيا، بيخلي التيم ما بيشغلش التيم، وده سبب اعضاء الفرق المختلفه للتنفيذ. تلاقي الكونستراكشن مانجر مش عاجبه التكنيكال اوفيس، التكنيكال اوفيس جوه التكنيكال اوفيس المعماري مش عاجبه الانشائي، الانشائي مش عاجبه المعماري، الام اي بي مثلا بتاع الامن المعماري، يعني
الوقيعة بين صعودها. لا لا، لما كنت تحس ان انت كبروجكت نجاحك لا يتحقق في اي مؤسسة الا بالحب وبالرباط وبالكوميونيكيشنز المظبوطة ما بين الناس وبعضها. انما اللي بيلجأ بقى لصراعات الهدم والكلام ده كله وبعدين يستنى في الاخر نفسه مدير المشروع، ده ما ينفعش مدير فرن يعني، لكن الفرن بيبقى بالدار احسن. طيب شفتوا يعني الامور ماشيه سموث، يعني مفيش حاجه يعني الكلام كله، مع ان الكلام اللي خلي بالكم برضه تحت under the same title how to be the road map to be an international project manager، هذا الكلام موجود في جميع انحاء العالم من كندا شمالا لغايه جنوب افريقيا، في العالم كله موجود هذا الكلام موجود، هذا كلابش وزير الثروه كان بيقول لاخره، بس تفرق بقى ان الكلام ده ايه؟ يتقال بالانجلش او بالفرنش او بالجيرمان او باي حاجه يعني. خلاص؟ طيب. عدم الثقه في معلومات وخبرات الشباب في مستوى التنظيم الاخر. دي بقى النقطه اللي هي دايما ايه الاغنيه السايده اللي انا ما بحبهاش. بيقول لك ايه؟ احنا جيلنا احنا عملنا وسوينا والجيل اللي ورانا ده مش ايه وتعبانين يا حبيبي. هو انت يعني بقول هذا الكلام ده نوع من انواع الفشل، لان انا لو ولادي ما يطلعوش احسن مني ابقى انا فشلت، لو احفادي ما يطلعوش احسن من ولادي يبقى ده فشل مركب، يبقى ما حدش يبص للنظره دي ويعمل تقييم، يعمل تقييم صح. يعني مش معنى ان هو ما بيعملش حاجه زي ما انا بعملها ان انا احسن منه، بالعكس. ان انا النهارده لما بحتاج حاجه متخصصه جدا مثلا في الكمبيوترز، في السيرشز، في سيرشز معينه، في 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 في, في اي حاجه، في اي جهاز جديد ولا حاجه عارف ده، ارفع السماعه اكلم حفيدي او اكلم ابني. بالعكس، لازم نحترم معلومات الشباب وخبراته في مستوى التنظيم الاقل. بس هذا لا يعني ما هو انا بتكلم على برضه الشباب اللي هو ايه؟ الشباب اللي عاوز، الشباب اللي فاهم، الشباب اللي هو فعلا باصص لنفسه وبيبني مستقبله. انما شباب يروح يقعد على القهوه ولا يمشي في الممنوعات او الى اخره، لا. يعني خلينا نتكلم برضه، احنا بنتكلم دلوقتي على الايه؟ على ال يعني العموم او إيه؟ احنا حابين نبقى ايه؟ ما في كل حته، فكره ما في عواجيز وحشين، في مهندسين قدام. يعني انا اعرف الله يرحمه واحد كان دكتور مهندس والموبايل بتاعه معاه موبايل عشان يبعت رساله بالموبايل بيديها المهندس عنده في مكتبه عشان يبعتها له. فما تقف عند حته معينه ورافض انك تتعلم، انسى انسى. ده تعريف ال 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 الامي بتاع سنة 2000 هو الإنسان اللي ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر، ما بيعرفش يتعامل مع الأجهزة اللي مع الكمبيوتر. فأنتوا متخيلين يعني بقى تعريف الأم مش بقى اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. ف يعني برضو النقطة دي نقطة مهمة جدا، لازم في الثقة في معلومات وخبرات الشباب في مستوى التنظيم الأقل. وأنا يعني بفخر جدا جدا بشباب كتير اشتغلوا معانا في 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 مطلع حياتهم. شفتهم هم متخرجين من الجامعه، ما شاء الله ما شاء الله عليهم دلوقتي، اللي عنده مكتب استشاري كبير، واللي عنده شركه مقاولات كبيره، واللي 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 ناس عاديين جدا 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 جدا. وزي ما قلت لكم من شويه، انا اشتغل معايا مهندس في اول يوم، اول يوم ثاني يوم قعد في اجتماع في اسمه اداره شركه المقاولات، بتشتغل عندي من جاي من اوروبا. طيب، محاربه اي عناصر تحاول التغيير الى الافضل في التنفيذ الفني. دي برضه ايه؟ ده مقصود يعني حاجات كثيره جدا يعني تقابلك في السكه. يعني انت لو دخلت على واحد بيشتغل طول عمره مثلا بالشغل التراديشنال يعني في اي حاجه، يعني النهارده لما يجي واحد يشتغل مثلا بالبيم سيستم بالريفت مثلا، والريفت ايه وبتاع ايه، ما احنا شغالين اهو بالاوتوكاد وشغالين بالستاد بالستاد برو وكام من الاخر. اقف يعني. انا اذكر ده كان زمان زمان يعني برضه
في زمان يعني الحقيقه، يعني اول ما بدا الكمبيوتر استطلع والكالكوليتر استطلع، الله يرحمه برضه ما بقولش اسماء عشان احنا ايه، ما عندناش حسنات نديها لحد ولا ذنوب نشيلها عن حد. قال دكتور كبير، دكتور كبير، قلت للناس قال لك كمبيوتر ايه اللي بتتكلموا عليه، ولا الاناليسيس اللي بيقولوا عليه كان بيقول اخره، وفي اجمل ولا احلى من ان انت تقعد تطلع المعادلات وتعوض فيها وتحلها وتعملها. شفنا الكلام ده سمعناه واحنا بنعمل السيستم اناليسيس بتاع مثلا الهاي رايز بيلدينجز، واستاذ دكتور قال هذا الكلام. فيعني ايه، انا مش بتكلم على حد معين، بتكلم على ترند. يعني محدش يرفض ولا يستقل بمعلومات خبرات الشباب في المستوى التنظيمي الاقل. انا في النهارده الشاب اللي هو بيتعلم، الشاب اللي هو طالع بيبني نفسه صح وبيشتغل صح، ده احنا نحطه على دماغنا من فوق ونشجعه ونديله كل اللي هو عايزه. خلاص؟ احنا كنا بنتكلم عن نقطة محاربة أي عناصر حول التاريخ الأفضل في التدريس الفني. يعني نكتة من النكت إن كان في واحد مهندس يعني خلاص يعني ما كان ماشي من الشركة بتاعته من المكان بتاعه، فوجئ ان المدير بتاعه مدير كبير، قال له انا بحاول امشيك بقالي سنتين مش عارف. يعني انت اي حد بيدخل، عشان كده اي ريكومند اخواننا برضو دي مش بره الموضوع، دي جوه الموضوع، ان ما حدش يتمسك بالوظائف اكتر من 3 4 سنين 5 سنين ماكسيموم. اطلع اعمل شغلك، كل ما انت هتتطور وكل ما انت هتتقدم وكل ما انت هتحتاج نهج علمي وكل ما هيبقى مستواك اعلى من المستوى العام اللي موجود، مش هتتقبل قوي. نخلي بالنا، انا مش بقول ما تزعلش، لا، انت قارن نفسك دايما، ما تقارنش نفسك باللي حواليك، قارن نفسك باللي بتخرج من بره، بتخرج من امريكا، اللي بتخرج من اليابان، اللي بتخرج من كندا، اللي بتخرج من الدول الكبيره. انت هذا قارن نفسك باللي هنا، اللهم انك يعني ايه هتعتقد ان انت يعني ايه ملك الهندسه يعني في العالم يعني. طيب، رفض عمل وانشاء الاقسام المختلفه اللازمه للتنفيذ اللي المكاتب الفنيه. النهارده ما اللي ما بيشتغلش بيم ورافت وكل ما يتعلق بيه، انا طبعا انا مش خبير، انتوا عندكم المهندس عمر سليم بقى ربنا يديله الصحه، ده الاستاذ الكبير والحقيقه يعني شخصيه وعلم يعني لا نهائي بالنسبه للريفت وللبيم والسيستم بتاعت الشغل. ف يعني ايه، ما ينفعش ان انا ارفض ده، يعني ما ينفعش ان انا ارفض التطور في كل حاجه، في كل حاجه، في الكونستراكشن، في كل حاجه، في كل حاجه، في كل حاجه. يعني انت النهارده مثلا محطات خلط الخرسانه، يعني تقول لا ده انا مش هاخد محطه خلط الخرسانه، ده انا مش عارف ايه، ده انا لازم اعمل بايدي. انا ما بضحكش عليك، وانا شخصيا لو انا بعمل حاجه، لا انا هعمل حاجتي بنفسي، بس هبقى عارف بعملها ازاي، بغسل كويس، بعمل بظبط، يا اما ما باجي اخد من محطه خرسانه، عارف كويس قوي، فاهم الكنترول بتاعها ازاي، فاهم الانبوت بتاعها ازاي، فاهم التست بتاعتها ازاي، فاهم بس الخرسانه بتاعتها ازاي، وهكذا. ماشي. المكاتب الفنيه نخلي بالنا، المكان اللي ما فيهوش مكتب فني قوي ما عندوش مخ. المكتب الفني هو الـ يعني، عشان برضه ايه ما حدش يقول بقى ده هي هنا هنا يعني، انت ممكن تبقى تعيش حياتك كلها انك تبقى في المكاتب الفنيه، يعني مش لازم تبقى مدير مشروع. يعني انا شايف نفسي ان انا عشت طول عمري مهندس انشائي بشكل معين، واستاذيتي انا خلاص، انا مركز على الحته دي وماشي عليها. ما فدي بس الواحد يبقى عارف بقى، يعني انا مش هكلم واحد في يعني مثلا متخصص مثلا في خلاص ستراكشر انجينير،
كبير بي اتش دي ودكتور وكان معه اخره، لا يعيبه، بالعكس بالعكس بالعكس. خلاص، فرفض عمل وانشاء اقسام مختلفه اللازمه للتنفيذ. يعني بقول لك ايه، اعمل مكتب فني ليه؟ المكتب الفني ليه؟ المكتب الفني هو مخ المشروع، المشروع اللي ما تلاقيش فيه مكتب فني، بقدر قوه المكتب الفني وقدر مشروعك هينجح. يعني ان اعرف برضو، والله دي فكره برضو كويسه، ان احنا ممكن نعمل ايه برضو برزنتيشن يبين فيه المكتب الفني، لان ده موضوع جميل جدا. يعني ده مخ اي مشروع، مخ اي بروجكت، مخ اي شركه، مخ اي مكان، التكنيكال اوفيس بتاعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية ماشي الحال، احنا كنا هنا. طيب، في الفساد الاداري بقى المقصود، احنا دلوقتي بنتكلم على المقصود، تركيز الصلاحيات في ايد واحده، هي دايما كده البدايه. لو انت عندك اداره، عندك طقم، عندك مشروع، عندك شركه، عندك اي منظمه، اي مؤسسه، وواحد قاعد فوق بيقول انا ربكم الاعلى، انسى ان هي هتبقى كويسه. يعني اللي بيقول هذا الكلام ده واحد وصل لمرحله من عدم العلم في اي مستوى، اي مستوى. يعني المفروض الله سبحانه وتعالى مع كل خبرات السنين ومع ماجستير والدكتوراه والخبره و و و الى اخره، ما نتكبرش. وهتلاقي ناس كتير جدا اسستنا كبار كبار كبار، يعني بشوفهم في بس جمعيه المؤسسين السعوديين، مش بعمل دعوه لحد، اساتذه مبهرين، وواحد بيقعد عايز يسمعهم عايز خلاص. فيعني ايه، خلينا بقى في هنا في الفساد الاداري المقصود بانواعه. هنا ايه بقى؟ هنا التركيز صلاحات في ايد واحده، ده كلام مش مظبوط. ان واحد بس وفاهم نفسه، ان هو بقى بيفهم كل حاجه وبيعرف كل حاجه، ده المصيبه ليه؟ انه ممكن مثلا يبقى مش حتى دبلوم صنايع، واحد عادي خالص، مجرد ان هو صاحب الشركه صاحب المال، هو يعتقد ان هو يعني ايه، ان هو اللي بيفهم بقى في الهندسه، وبيفهم في المحاسبه، وبيفهم في الاتش ار، وبيفهم في كل حاجه، في البروكيورمنت، بيفهم في كل حاجه. وطبعا ده بيبقى ايه، نوع من انواع الايه، الفشل اللي بيقع بسرعه جدا، الفشل زي اللي بيقع جدا. قد يكون ايده خضراء زي ما بيقولوا، وربنا بيرزقه وبيبعت له فلوس كتير جدا، لكن واقع الامر ده ما بيعش. في زمان كزمان ملوك زمان والشركات موجوده دلوقتي باسمائهم. كان في مثلا نجار مسلح، وكان عنده شركه كبيره جدا، كان واحد سباك، وكان عمل شركات كبيره جدا دلوقتي في اسماء كبيره، احفاده دلوقتي اساتذه دكاتره كبار ما شاء الله. فالقصد يعني ايه؟ الواحد يبقى عارف حدوده وعارف امكانياته. بعدين تفوز الصلاحيات من المستوى الاعلى للمستويات الاقل، لازم يعني مفيش حاجه اسمها اداره من غير ما يكون في تفويض. خلاص، ديليجيشن. يعني ديليجيشن يعني ايه؟ انا مدير مشروع، تحت ايدي مثلا تكنيكال اوفيس مانجر، ده في ايده ديليجيشن يخلص كل الشغل بتاع التكنيكال اوفيس، وانا يجيني نتيجه الناس دول، نتيجه الشغل بتاع التكنيكال اوفيس. عامل ديليجيشن للكيو اي كيو سي، عامل ديليجيشن للفاينانشال مانجر، بكل واحد فيهم له صلاحيات كامله بالمستوى ده. كل واحد بقى من المستوى ده، يعني بتاع مثلا مدير المكتب الفني عامل ديليجيشن للمعماري، وديليجيشن للانشائي، وديليجيشن للكوانت سيرفير، عامل ديليجيشن لكل الناس اللي بيشتغلوا تحت ايده. يبقى ايه؟ يبقى في دايما ديليجيشن بيطلع بيجي من فوق لتحت. وايه؟ ولازم اذا ما عملش كده ما تبقاش اداره. ماشي الحل؟ التضييق على المستوى الاقل بخصوص المتميز منه. يعني انا جيني مهندس كويس وافضل بقى ايه اللي انا عليه بقى، لو انا بشتغل في موظف في حته او حاجه، طبعا لو صاحب شركه طبعا ده هيفرح بيه. انما انا لما بشتغل موظف في شركه ويجيني مهندس اصغر مني، ده انا بقعد اقول يا ده ملك. يعني لازم تبينه، لان ده قوتك، ده قوتك، ده رزق ربنا بعته لك عشان القسم بتاعك او عشان مشروعك او الى اخره. انما في ناس
تقول لا ده لو ظهر ده هيعمل، ده هياخد، ده هياخد شغلي، ده هيعملني، ده هيمشيني. يا عم ماشيك دي ارزاق يا عم، ربنا بيمشيك بأي سبب، بأي سبب مش نتيجة غلطة منك، بيفتح لك آفاق وحتت. دي برضه دي تجارب الحياة، محدش يزعل. يعني لو هو مثلا اشتغل في شركة ولا بتاع وحصل معاه حاجة من هذا الشكل، ما يزعلش، ربنا هيبعت له الأحسن. وأنا بكلمكم عن تجارب، عن تجارب. يعني مش ممكن تمشي بما يرضي الله وربنا سبحانه وتعالى هيسيبك. يعني عدم الالتزام بقوانين ولوائح اعتمادا على السلطه، دي بقى اللي بنقول عليها. اذا بقول لهم يا اخوانا، المدير سواء مدير مشروع او مدير مؤسسه او الى اخره، ده مش سلطه، ده مش سلطه. يعني مش لا، ده راجل هي از ليدنج. وده ده الفرق ما بين الليدر وبين المانجر. حتى المانجر نفسه مش قصه ان معاه سلطه، لا، ده يبقى فاهم وعارف. عشان كده الكوميونيكيشن بتمثل دايما ايه؟ كانت 70% زمان، دلوقتي بقت 80%. الشغل الاداره 80% منه كوميونيكيشن. خلي فاكرين الكلام ده عشان اللي يترقى يبقى مدير في حته يعرف ان هو مش بيضيع وقت لما بيقعد، لما بيتكلم مع ده وبيتكلم ده والستيك هولدرز واضحين، واللي هو اتصالاته بالمستوى الاعلى منه، مش اتصالاته كل الستيك هولدرز اللي موجودين سواء في المايكرو انفايرمنت او في الماكرو انفايرمنت. خلاص، محاربه اي اتجاه للتغيير او التطوير. خلاص، احنا جينا قلنا ايه؟ احنا هنصلح المكان ده، او هنعمل ايزو سيستم، او هنعمل اي سيستمز، او هنعمل اي حاجه، هنطور في حاجه. البيزنس اكوزيشن هنغيره، هنعمل سيستم معينه. البيزنس موديلز او البيزنس اناليسز هنعملها بشكل معين او بطريقه معينه. ازاي؟ احنا طول عمرنا بنعملها كذا. يا اخوانا مش كده، لازم اللي مش هيتطور وهيتعلم وهيضيف لنفسه كل يوم، كل يوم بعد كل يوم دلوقتي، ما بقتش كل بتاع. خلاص؟ يعني بدل ما نضيع وقتنا في اي حاجه، لا، نخش. وبرضه الموضوع اصله ما بقاش تقيله. يعني بقى بكل اللانجوجز، انت شاطر في اللغه العربيه هتلاقي بالعربي، شاطر بالانجلش هتلاقي بالانجلش، بالفرنش هتلاقي بالفرنش، في اي لغه هتلاقي، بالبلدي هتلاقي ما شاء الله ناس كتير بتتكلم باللغه العاميه كده والدارجه، وبيتكلموا في حاجات في منتهى العمق. وفي اي تغيير او تطوير زي ما ده اللي ايه؟ ده علم كامل دلوقتي اسمه ايه؟ تشالنج مانجمنت. تشالنج مانجمنت يعني في لقاء اعتقد احنا اتكلمنا عليه، اعتقد تشالنج مانجمنت كان، يعني اعتقد كان في مره كده كنت وقفت في نص اللقاء في الاول خالص، قلت لهم اتحداكم لو حد طلع لي حاجه واحده بس، حاجه واحده ساكنه، لم يخلق الله اي حاجه ساكنه. السكون ده سكون نسبي، يعني انا دلوقتي في اللحظه اللي انا قاعد فيه دلوقتي ده، من جزء من الثانيه كنت هنا. الارض بتلف وبتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الكون وهو الى اخره. ف ما فيش حاجه، ربنا لم يخلق شيء ساكن بتاتا. طيب، الاهتمام بشكل الاجراءات والنظر الى المخرجات الفعليه وفوائدها. ده بقى ايه؟ الناس اللي بتسميه روتين. هو الروتين كويس انك تمشي ببروسيدور، اول خطوه ايه، ثاني خطوه ايه، ثالث خطوه ايه، بتاع سيستمز ان واوت، ان واوت، ان واوت. لكن مش قصه ان انا اتمسك باجراءات، لا، المخرج بتاعي ايه؟ عشان كده دلوقتي في اللين بروجكت مانجمنت دلوقتي مخلي البيسز صغيره، يعني دي متاخده من الاي تي، بس يعني انت لازم تعرف مخرجاتك ايه؟ الان ايه والاوت بتاعك ايه؟ والبروسيدرز بتاعتك معموله ازاي؟ طبعا ده بيزيكلي بيبقى باين في الكواليتي اشورنس، وباين في نظام الشركه. ما يبقاش العمليه انت ما وقعتش دي علشان ايه؟ انت يعني ما يبقاش الكلام مجرد حاجه شكليه، او انك عملت اجراء او ما عملتوش. طب ما انت في الاداره بتوصل لتوتو في سطوه في ايه؟ يعني لما جت الاداره تتطور من توتو كواليتي مانجمنت للسيكس سيجما، قالت ايه؟ الاخطاء 3.6 3.4 ديفكت بير مليون، عشان بتشتغل بالسيكس سيجما. طب اللين سيكس سيجما، السيجما بتبص هل انت عندك بروسس
يعني خطوة واحدة، عملية واحدة زيادة ممكن نشيلها شيلها. فالنهارده أي إجراء، يعني دي يمكن حصلت معايا مرة برضو زمان أوي، عشان مقدم طلب أجازة تلاقي 7 8 توقيعات عليها، تاخد لك كده تدخل للمدير بتاعك تقول له 7 8 توقيعات عشان أطلع يوم أجازة مثلا. فما يبقاش العملية مجرد إجراءات وخلاص، لا ده فساد مقصود يعني. يوه. معلش انا اسف ان عندي في حاجه النهارده في الكمبيوتر. ايوه ده فساد اداري المقصود، احنا نطلب كده. يا الله معلش انا اسف والله، بس هو النهارده في حاجه عندي في اللابتوبين حتى مش مظبوطين يعني. ايه الاخبار معانا؟ ماشيين كويس ولا في حاجه؟ حد له اي تعليق؟ حد له اي حاجه؟ محمود شوف شوف كده، شوف الناس. يعني لو في حد عنده سؤال، في حد عنده استفسار، في حد عنده اي حاجه؟ محمود باشمهندس احمد، باشمهندس احمد، باشمهندس احمد حسام. طيب اللي سامعيني، هل ممكن بسم الله الرحمن الرحيم، هل في الشات اي حاجه؟ في حد له تعليق يكتبه على الشات او اي حاجه؟ طيب هل حد يحب نرتاح مثلا 5 دقائق 10 دقائق؟ ردوا علي، انا عايز احس بالتواجد يعني. هل في اي حاجه؟ هل في اي سؤال؟ في اي استفسار؟ حضرات الافاضل باشمهندس محمد زيدان، مهندس احمد صيام، باشمهندسين. لا تمام يا دكتور، كمل مع حضرتك، كمل. طيب دقايق راح 5 دقايق. محمد عبد الله. طيب مين تاني؟ حبايبي ربنا يبارك فيكم. يعني هو لا، ما احنا هنكمل، بس انا عايز اطمئن يعني ايه، ان احنا مع بعض وان الدنيا ماشيه يعني. طيب ماشي سكي. احنا اتكلمنا عن دي، الفساد الفني المقصود، الفساد المالي المقصود. الفساد المالي المقصود بقى ده ايه؟ ده برضه حاجه من الحاجات هو خطيره، ودي طبعا هو يعني ناس كتير فاهمه ان الفساد فساد مالي بس، حتى احنا عرفنا وعرفنا ان ايه الفساد، فيه فساد فني، فيه فساد اداري بيبقى مقصود. الفساد المالي المقصود بقى ايه؟ الحصول على مردود غير قانوني او غير شرعي من المقاول الباطن او المرهين. هنبقى واضحين، ده مش عارف واحد جايب مثلا توريدات في الموقع مش حلوه، مش كويسه، يروح جاي على مع المهندس او على اي حد يجيب له هديه، اعمل له حاجه، اي كلام. يحيى مفيش وقت في الامتحان ان انت تعمل كل ده. طيب يعني الفكره ايه؟ ان حد يعني مدير مشروع مثلا يعني بتدي حاجه يقول لك على شكل هديه، على شكل مش عارف ايه الاخره. طبعا انا مش بقول ان احنا هنقطع الكوميونيكيشن، لا، يعني لو مقاول جاب لي هديه مثلا يعني عرف عيد ميلادي بشكل او باخر او اخر، شكرا جزيلا، بس هو عيد ميلاده لازم ياخد هديه احسن منها مثلا. انا بقول يعني ايه، مش ما نبقاش بقى ايه يعني ايه، ما تبقاش العمليه، ما نبقاش احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي الفرق ما بين الهديه او ما بين المجامله وما بين ان انا ايه باخد حاجه كرشوه يعني. لازم افهم دي كويس قوي، لانه طبعا يعني انا مش يعني هو طبعا هو شرعا ما فيش حد ياخد هديه او مردود من عمل هو بيعمله. انت تقبل من المكان اللي انت فيه من طرف واحد، مش اخر من حد تاني يعني. دي غلط مهما تتسمى، يتقال لك خد اعمل الرسمه دي
وعملوا كذا كذا زي ما بيعملوا معانا زمان، بس طبعا دي برضو اعملها لك بس فري. يعني ايه، لا اسمح، لا تسمح لنفسك انك زي ما بيقولوا يعني ايه، ان باي حاجه حرام تدخل عندك، لان دي ابعاد يعني الاديوكيشن بتاعها بيبقى وحش قوي، وحش عليك في شغلك، وحش عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى، مفيش بركه بتحصل، كل الكلام ده من الاخر. طيب، فحصول على مردود غير قانوني او غير شرعي من المقابل الباطل او الورقي، تعمد اهلاك الاصول او الدركات تعبيرا عن اي دي شركه، وايه قعدت شهرين ثلاثه ما بتقبضكش، خلاص تعمل ايه؟ اكثر معده، ابوظ حاجه، يعني التعبير عن ضيق او تفك غيظ يعني. فده طبعا ده ايه، ده كلام برضو ايه، ده فساد مقصود. يعني الاسراف استخدام الموارد برضو، يعني على فكره، يعني مثلا ايام بتيجي تعمل كوست كنترول لو شكاره اسمنت اتفتحت من غير لازمه بيحاسب عليها. وعلى فكره في شركات كبيره جدا، شركات بمليارات، يعني مش مسموح باي اسراف استخدام الموارد. يعني ما فيش حاجه ان انا اجيب ثلاث عمال في حته مش عايز غير اثنين عمال، ده اسراف استخدام الموارد. ما فيش مجال ان انا اجيب مثلا ثلاث اربع ماكينات خوازيق في حته مش محتاجه مثلا غير مكنه او اثنين. يعني الموارد لازم تبقى قد ايه؟ قد الشغل المطلوب وقد الريزلتس اللي انت عاوزها. طيب، التاخر صرف استحقاق مقاولي الباطل والموردين تحت اي مسمى، اي حق في الدنيا، كم وكيف. بمعنى انا مقاول، ما ينفعش يجي اول الشهر ما اقبضش ناس بتوعي، ما ينفعش. ودي انا بقدر جدا جدا، انا في شركه اشتغلت فيها 6 سنين، وده المبدا ده الحقيقه انا اتعلمته من صاحب الشركه، ربنا يديله الصحه ويبارك له في اولاده، والحمد لله شركه زي الفل زي الفل زي الفل ماشيه دلوقتي. اقول لك انا ما فيش حاجه اسمها يجي يوم واحد في الشهر والناس ما قبضتش. فده يعني ربنا كرمه ومبارك له على الرغم من ان السوق بيبوظ منه والى اخره، لكن ما فيش حاجه اسمها الراتب بتاع الناس يتاخر يوم. يعني ما حدش يقبض يوم اثنين، يعني لو يوم اول الشهر ده يوم جمعه لازم يقبض يوم 30 او يوم 29 في الشهر في الشهر او يوم 28 في فبراير. ما فيش حاجه اسمها يجي يوم واحد والناس مش قابضه. يقول لك توجيهاته للشؤون الماليه، رواتب الموظفين بالكامل موجوده عندك من يوم 15 ما تتحركش، او من يوم 20 وهكذا. اللي بيبقى كده بتبقى بركه في الرزق وبركه في الشركه وبركه في المكان. انما للاسف ان في ناس كتير جدا تعتبر ان يعني ممكن يقعد اخر شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ممكن ما يصرفش مستحقات خالص. فده بتبقى نتيجته يعني ايه؟ يعني ده مش تمني لحد حاجه وحشه، بس ده بيبقى سبب يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى ايه، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم الحرام بينهم فلا تظلم. ان انا اخر راتب او اخر مستخلص لحد او اخر اي فلوس لحد، لو هو مقاول معاك في مقاول باطن وكبير وقوي وقادر، او مورد مثلا المستخلصات اتاخرت، تقعد معاه وتراضيه وتشوف مدى امكانياته ويقدر ما يقدر ما يقدرش، لو يقدر او انت في علاقات بينك وبينه قبل كده ماشي، انما مش ما فيش يعني تقول له ما فيش عشان انا ما جايبيش او انا فاهمين ازاي؟ لا، ده كلام خلي بالكم. اي واحد عنده شركه، عنده مؤسسه، شغال في مشروع، في اي حاجه، خلي بالكم. التاخر في صرف مستحقات العاملين ده من اسوء ما يكون. وتخلي بالك لان كل واحد يعني اللي عنده بيته، اللي عنده حد عيان، اللي عنده بتاع، يعني يرفع ايده في السماء ويقول يا رب على فلان اللي عمل فيا كذا كذا كذا،
دي في منتهى الخطورة، وهو حد يعتقد ان الحاجات دي ربنا بيعديها. طيب احنا فين؟ ايه الحكاية؟ خلاص دي كده عندنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا قبل في حاجة قبل كده. معلش انا اسف والله، بس هو في حاجه في ال التعامل بقى مع ايه؟ انواع الفساد المختلفه، المقصود وغير المقصود، يتوقف على التعامل مع عناصر الفساد الانتاج. التعامل مع انواع الفساد المختلفه المقصوده وغير المقصود يتوقف على التعامل مع العناصر الكفاءة الإنتاج من قوة بشرية وبيئة خاصة بالإنتاج والأنظمة والإجراءات الخاصة. سيتم ذلك في التعامل مع هذا الموضوع كمشروع خاص واستخدام وظائف المشروع من التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة. يعني إحنا دلوقتي عرفنا أنواع الفساد المقصود وغير المقصود والمالي والفني والإداري. احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنتعامل مع الكلام ده ازاي؟ اما عشان نلغي، اما عشان نصلحه، او عشان ايه نقلل. التعامل مع الفساد غير المقصود بقى. الفساد المقصود الاول الفني غير المقصود. هي هنعمله نتعامل معاه ازاي؟ احنا دلوقتي هنقول الغير المقصود ده بتبقى الناس مش عارفه ان ده فساد، سواء بقصد او بغير قصد او بانه اهمل ما تعلمش او الى اخره. طيب اول نقطه تدريب القائمين على العمل والتحسين المستمر لمستواهم الفني. زي ما قلنا قبل كده ان احنا كلنا اول ما بتبتدي شغلنا بنبقى ايه؟ بنبقى تكنيكال. انا بشتغل مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس ميكانيكا، بشتغل محاسب، بشتغل امين مخزن. خلاص بمرور الوقت بمسك ايه؟ بترقى، ببقى مدير موقع، ببقى مدير مخزن، ببقى مدير. انا لازم افهم بقى في ايه فرق ما بين الحتتين. هقول ايه؟ التدريب. عشان برضه معنى كلمه تدريب، خلي بالنا التدريب ده مش ان انا اشيلك من اخدك من المرفوع ابعتك تتفسح مثلا في هيلتون ولا في شيراتون ولا شرم الشيخ ولا بتاع عشان خاطر انت قريب المدير ولا انت بجامل بيك حد. لا، التدريب له تعريف واضح. التدريب هو الفارق بين المطلوب منك او من الناس اللي بيشتغلوا معايا. يعني انا خدت واحد دلوقتي ورقيته، المسؤوليات زادت عنده، هيبتدي نعمل اسسمنت او تقييم. انت ناقصك ايه علشان تعمل هذا الشغل اللي انت ترقيت عليه؟ ناقصني مثلا اتعلم اوتوماتيك كنترول، ابعت ياخد اوتوماتيك كنترول. ناقصني ان انا اتعلم مانجمنت، اديله كونستراكشن مانجمنت، كونستراكشن مانجمنت، وهكذا. يبقى التدريب، وده عشان كده اي نظام الايزو وغيره لازم يكون عندك ايه؟ مدير تدريب في المكان او في المؤسسه. وعلى فكره برضه نخلي بالنا من حاجه، اكتر نسبه كبيره جدا 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 من الشركات الاجنبيه بتفضل ان هي تاخد ناس جداد لانج، يعني متخرجين من الجامعه واخدهم، تاخدهم تعملهم تدريب على اللي هم عاوزينه، بس المهم ان يبقى هو ايه؟ يبقى عنده كواليفيكيشنز اللي هم شايفينها. طبعا لان الكلام ده مش كده، يعني مش اي حد هيدخل حتى ما كان، يعني طبعا لازم الانجلش يبقى بيرفكت، بس انجلش بيرفكت جنبه مستوى فني
في الحد الادنى. خلاص؟ طيب اهتمام المستوى الاعلى بنقل خبرته الفنيه الى معاونيه ومساعديه. ان لازم المستوى، يعني انا دلوقتي بشتغل مدير شؤون فنيه معايا مهندسين، لازم اقول لهم هذه الخبرات. انا مدير مشروع لازم اقل خبراتي لكل الناس اللي معايا. بقعد مع الدوكمنت كنترولر وبقول له يعمل ايه، احنا عندنا الفايلنج سيستم عايزين نشرحه. ان شاء الله ربنا يسر ربنا، بس يدينا العمر ان شاء الله والكلام ده كله نعمله باذن الله تعالى. اهتمام مستوى اعلى من الخبرات الفنيه للمعلمين وساعدين. احنا اتعلمنا من المهندسين اللي اقدم مننا، اخواتنا الكبار واساتذتنا، ولا ننساهم ولا ننساهم ولا ننساهم. خلاص هنظل ندعو للحي او للميت. ربط الترقيات والعلاوات بالتقييم الفني سواء الدوري او السنوي. الترقيات والعلاوات مش عشان انت ابن مين او علشان هو هيعمل لي ايه او متجوز مين او لا، بالتقييم الفني، التقييم بتاعي في 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 بيبقى في ليست كده موجوده فيها. لما باجي اعمل تقييم كشف موجود اكسل شيت عادي خالص، بحط كل النقط اللي هي الكومبيتنسز وكل واحده جنبها درجه معينه، ده مستوى كام مثلا، من 10 ده 8 ده 7 ده 9 ده 10. في الاخر برضه ايه بيتقيم الترقيات والعلاوات طبقا لايه، تقييم علمي، تقييم علمي كومبيتنسز وايه والدرجه بتاعتك. وفي ناس لازم يتعمل سيلف اسسمنت زي ما بيقولوا، يعني في الحتت اللي فاهمه يا اما المدير بيعمل الاسسمنت ولازم يعرضه على الـ على الـ على الـ على الـ على الناس بتوعه، يعني التقرير السنوي مش بيتعملش من وراك، اللي بيعمله من وراك ده دي ناس، دي شركه او ناس مش فاهمه. انا لازم ابقى عارف التقييم السنوي بتاعي واكون موافق عليه، لازم في قواعد. اللي بيعمل غير كده بيبقى يعني ايه، بيدخل فيها محاسيب، بيدخل فيها اي حاجه كتير جدا مش كويس. ده ثقه في الشباب وحثهم على الاستفاده بخبرات الرؤسائيين وتدريبهم على الاندماج في هيكله تنظيم الشركه والتعاون مع كافه العناصر. ده كل ده ايه اللي هو التعامل مع الفساد غير المقصود. الشباب لازم يبقى يستفيد بالخبرات، يبقى واثق وعارف قد يكون عنده معلومات اكتر من المدير بتاعه لكن ما يتنقضش عليه بيه، يبقى في نوع من التبادل. خلاص هو عموما الانسان اللي بيبقى على علم، على علم وعلى علم حقيقي، عمره ما بيتكبر ولا عمره بيبين بقى ان هو يعني العارف. التطوير المستمر لنظم البناء وتشجيع الجميع على حضور المؤتمرات والمعارض الخاصه بمعدات نظم البناء. ما حدش يفوت قدامه حاجه، يمكن دلوقتي الكورونا يعني هي عشان ناس كتير عن الحضور، لكن اي مؤتمرات في دلوقتي اللي هي الاونلاين دي حاجات جميله جدا وحلوه جدا، بنحضرها ونشوفها ونتعلم منها كتير قوي. مؤتمرات معارض خاصه، كنا بنروح البيج فايف، بنروح يعني في الامارات وفي السعوديه وفي كل حته، وبنشوف الدنيا وصلت لايه وحصل فيها ايه. خلاص فيعني ما حدش بقى يعني يبقى اي تحت اي حجه ان هو ان هو يكسر يعني او ما يتعلمش او ما يعرفش الدنيا فيها ايه. انشاء مكتب فني قوي يعتمد على خبرات كبيره ومناسبه لاداره الامور الفنيه وتكوين الاقسام المساعده لاداره التنفيذ. فلازم يبقى فيه ايه، كل حاجه مدروسه، الهجر التنظيمي مظبوط. ونخلي بالنا برضه، خلي بالكم الهجر التنظيمي، لما بنتعامل هجر تنظيمي احنا اتكلمنا على الكلام ده في الاورجنايزيشن، انا بيبقى في هجر تنظيمي، انا ما الناس مش بتدخل من اول يوم هجر تنظيمي، بنبتدي بيبقى مربوط بالبرنامج الزمني. احنا هنعمل الجزء بتاعنا،
في حاجة إيه؟ في حاجة دخل علينا ولا إيه؟ مش مهندس أحمد، مش أحمد ولا أشياء أخرى يعني كل مدرسة فيها عدد مختلف والوعد مختلف طبعا فطبعا ما نقدرش نعمل قاعدة واحدة نطبقها عشان كده بنقول مساحة وبعض مهندس أحمد المدرسة ياخد فيها فترات ممكن تلعب بكل يستخدم فيها فترات ممكن يعني توزع الأولاد على الطول بشكل يتناسب مع الاشتراكات دي كده ما يبقاش فصل ثابت. معلش احنا خدنا راحة غصب عننا. احنا درسنا معاهم كلهم كل واحد عمل حل الحقيقه يحقق اشتغل بشكل كبير جدا مشكله. طيب خلاص يبقى احنا قلنا ايه النقطه الثالثه كانت ايه رابطه الثقافه العائليه والتخيل الفني سواء الدوري او الثانوي درع الثقه في الشباب عشان كذا التنظير المستمر والرموز والبناء وسجل عاملين حول المؤتمرات والمعارض انشاء مكتب فني قوي عامل هيكل تنظيمي للشركه بحيث يتناسب مع الواقع العملي والاجراءات والعمليات الخاصه بالشركه. يعني دايما نخلي بالنا من حاجه في حاجه اسمها الكوست اوف ايه؟ اوف اورجانيشن تشارت يعني الهيكل التنظيمي له تكلفه تكلفه شهريه لازم التكلفه دي تتناسب مع ايه؟ احنا فين؟ احنا عملنا شفنا الكلام ده عملناه ولا ايه؟ لا احنا هنا دلوقتي. طيب احنا صار كده مظبوط معانا حضرات احنا وصلنا لغايه فين لا احنا لا ثلاثة. طيب التعامل مع الفزاي الفني غير المقصود احنا اتكلمنا عليه لغايه على تحديث ثلاثه مواقع العمل والاجراءات والعمليات الخاصه بالشركه مؤتمر المعارض احنا كنا هنا 6-1. طيب يبقى عندنا التعامل مع الفساد الاداري غير المقصود يكون من خلال ما يلي نظام اداري واضح جدا يناسب حجم ونوعيه النشاط المطلوب تفصيل طبيعي الهيكل الاداري للشركه يبقى معروف والهيكل الاداري انا من زمان قوي انا بحب اعمله دايما بالصوره بقى اي واحد جاي جديد يبقى يعني ايه شايف ده المدير الفلاني وادي الصوره بتاعته واضحه الهيكل التنظيمي اللي بتحط فيه صوره ولازم يبقى فيه الايه المسؤوليات طبعا جوه الايه جوه البروسيجرز بتاعه الشركه المفروض يكون في نظام ايزو او الى اخره. تفصيل الهيكل الاداري للشركه وضع في مكان مناسب حتى يمكن جميع العاملين من معرفه العمل به مع تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل عناصر الهيكل الاداري. تلاقي تركيز السلطات في يد واحده تلافي ما يبقاش ايد واحده بس اللي فيها ايه؟ كل السلطات ولازم يبقى في ثقافه تخفيض للمستويات الاقل. مش من اللي فوق بس يعني كل مدير يعني مدير المكتب الفني لازم يعمل تخفيض للناس اللي تحتيه. مدير الاي كيو سي تخفيض للناس اللي تحتيه وهكذا. يعني مش التفويض بقول على اللي هو صاحب الشركه او التوب سيستم لا التفويض ده يبقى ثقافه خلاص محاوله تسويق الهيكل الاداري يطبق نظام الهيكل المصفوفه اللي هو الايه الماتريكس اورجانيزيشن حصه استخدام مواد الشركه عمل نظام جوده الشركه وتوثيق بشهادات الايزو على الاقل انا رايي على الاقل في نظام ايزو لو والله ناس بقى ما بتشتغل باليوروبيان سيستم ماشي في شهاده يوروب يعني بس هم بيبقى عنده حاجه اكريديتد حاجه فيها بروسيدرز واضحه وفيها بروسيس واضحه وفيها ايه كل حاجه واضحه. تحديد وتصميم وتنفيذ الاجراءات والعمليات المختلفه للعاملين بشكل مباشر وصالح للتطبيق وليس مجرد ورقيات. يعني ناس كتير فاهمه ان السيستم ده ورق. لا مش ورق.
مش ورق ولا حاجه. واحنا برضو في مبدا في الكواليتي، اي مستند او اي نموذج او اي اجراء ما اشتغلش مثلا لمده مثلا 16 7 شهور لازم يعاد النظر فيه. خلاص، مش مجرد اوراق وخلاص بنلم مستندات وخلاص. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاون مع الفساد المقصود الفساد الفني، احنا اتكلمنا الكلام ده كله. توزيع الصلاحيات والواجبات والسلطات المختلفة من استاذ الهيكل التنظيمي، عمل الاجراءات الموضحه لكافه التفاصيل، استخدام اساليب الشفافيه في نقل المعلومات الفنيه للعاملين على التنفيذ، انتاج طرق علميه في توفير العمل وخلق الصلاحيات البناءه، تطوير طرق التنفيذ تحسين الاداء. معلش انا هضطر ان انا ايه ادخل من هنا بعد الدعوه. معلش انا اسف، اديني بس فرصه دقيقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس احمد، طب كويس، حلو جدا. طيب طيب مع الفساد الفني المقصود توزيع الصلاحيات والواجبات والسلطات على المختلف من سلطات الهيكل التنظيمي، وعمل الاجراءات الموضحه لكافه التفاصيل، استخدام اساليب الشفافيه بناء المعلومات الفنيه للعميل على التنفيذ سواء مكتب فني او اداره موقع وغيرهم، انتاج طرق علميه في تقديم طريق العمل وخلق الصراعات البناءه. خلق الصراعات البناءه ازاي بقى؟ ان مثلا نقول مثلا اللي هيبقى التقييم بتاعه كذا هيترقى، التقييم بتاعه كذا، يبقى احنا في صراعات بناءه، ان انا بخلي الناس زي اي رياضه بيتدرب اكتر بيطلع الاول، انما مش صراع هدام زي ما كنا بنتكلم عليه من شويه. يعني في اللي هو في الصراعات البناءه وفي الصراعات الايه؟ الهدامه يعني. وطيب اساليب التحفيز المختلفه لكي الحصول على افضل النتائج. يعني في اي مشروع او في اي شركه يتقال لك ايه؟ العامل المتميز الشهر ده بيبقى فيه نقط معينه، وان شاء الله يا رب حتى مين ممكن يطلع هو المتميز. مش لازم يبقى مدير المشروع ولا مهندس بتاع، لا ممكن عامل عادي يبقى المدير، يبقى العامل اللي هو الايه؟ العمل المتميز للشهر الفلاني يعني. تطوير تقييم تحسين اداء العاملين والموارد الشركه المختلفه بما فيها الشباب. دي مهمه جدا برضو، عمل اجتماعات وجلسات العصف الذهني بين اعضاء الفرق المختلفه ومشاركه الاداره العليا فيها والاهتمام بتفاصيل نتائج الاجتماعات. خلاص؟ يعني دايما يبقى في اجتماعات مع الناس كلها. بالنسبه لشركات المقاولات، انا شخصيا عن تجارب اول يوم في الاسبوع يعني يوم السبت مثلا عاده لازم بيبقى في اجتماع ما بيني وانا ماسك مدير الشركه
بين كل الاقسام. نشوف الاسبوع اللي فات كان خطتنا ايه ونفذنا ايه والمشاكل اللي فاضله ايه وهنحلها ازاي. لازم سمست خلاص. بعدين في نص الاسبوع، نص الاسبوع يعني يوم اعتقد كان يوم الاثنين عاده، جميع مديرين المشاريع يكونوا موجودين في الشركه في مقر الشركه. لابد، ما ده بقى اللي هو ايه بيفرق بقى اللي عايزين نحل حاجات. طبعا دلوقتي الدنيا بقت اسهل، يعني انت عندك دلوقتي الاونلاين ميتنجز بتتعمل من زمان، الاونلاين ميتنجز من زمان، ان لازم كل اسبوع الناس كلها موجوده خلاص، وكل واحد ممكن يبقى عنده طلبات. طبعا في ناس بتقول لي ده يعني ده كلام غلط، لا ده كلام ده صح. ولازم اي واحد بيعمل اجتماع سواء اسبوعي او شهري او يومي، مش علشان يقعد يخطب، علشان يكلم الناس، عشان يسمع الناس خلاص. عمل اجتماعات وجلسات العصف الذهني بين اعضاء الفرق المختلفه، في جلسات العصف الذهني ومشاركه الاداره العليا فيها والاهتمام بتفاصيل نتائج الاجتماعات والجلسات وعدم تسفيه اي راي لدى اعضاء الفرق المختلفه مهما كانت الاراء. يعني مفيش حاجه اسمها راي ايه غلط في العصف الذهني. له سيستمز وجلسات العصف الذهني دي وجلسات الاجتماعات بتبقى يعني مفيده جدا 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 الحقيقه. طيب الاهتمام بانشاء مكاتب فنيه قويه، زي ما قلنا المكتب الفني هو مخ الشركه او مخ المشروع ومسؤولياته واضحه داخل معالي الانتاجيه في الشركه بدون اي عوائق او مشكلات. اعتقد ده موضوع مهم برضه، ان شاء الله يكون في نصيب من ايه ان احنا لا حول ولا قوه الا بالله. التعاون على الفساد الاداري المقصود خلال ما توزيع الصلاحيات والواجبات والسلطات المختلفه في مسؤول هيكل التنظيم. يعني عموما القضاء على الفساد الاداري بيبقى بايه؟ الشفافيه والجود كوميونيكيشن وباهداف واضحه وبالرقي وبالخلق خلاص، وبانتهاج نهج بقى، بانتهاج يعني زي ما بنقول ايه مش المدير الاداره او القياده عبقريتها في ان هي ان محدش يحس يعني ان كل واحد يعمل اللي عليه ويقدم اقصى ما عنده من غير ما ينطلب منه. الاجراءات الموضوعه لكافه التفاصيل، نشر ثقافه تفويض السلطات، الاولى ده موجود قبل جدا في كل انواع النقط كلها، اللي هي بفوض من فوق لتحت، من فوق لتحت، يعني المدير العام بيفوض للمدير، المدير بيفوض لايه؟ لكل واحد في الهيكل التنظيمي، كل واحد في الهيكل التنظيمي رئيس او مدير قطاع يبتدي يعمل تفويض للناس اللي تحت. فتح الاتصال بشفافيه بالنسبه لنا دلوقتي بين المستويات المختلفه، وعدم صد الشبائع والصرف بالمستويات الاعلى بحدود اللائقه المسموح بها. يعني ما فيش حاجه اسمها انا ماسك مثلا كيو سي مانجر، ما فيش حاجه مش اسمها مش مسموح لاي واحد عندي في القسم بتاعي انا هو اتصل بمدير المشروع، من حقه طبعا، من حقه، من حقه، مش حاجه اسمها مش من حقه، بس في حدود الصدق والحق والعدل. انما لو مدير المشروع وحاسس ان واحد بيتخطى المدير بتاعه وبيروح له بحيث ان هو يعني عايز يدي اسفين فيه، عايز يتكلم فيه على كلام وحش، عايز تمنعه من اخره، طبعا دي بتتعرف، ولازم الواحد يبقى ايه صارم جدا وحازم جدا في حاجه زي كده، عشان برضه مش اي حد ما يفتحش الباب ان اي حد يدخل يقول اي حاجه. ماشي. تشجيع الرؤساء الاقسام على اظهار المتميزين من اقسامهم، ان كل قسم فيه ناس متميزه لازم تبان، زي ما بنقول انا قوه القسم بتاعي باللي فيه من مبتسمين ومكافاتهم على ذلك بالطرق المختلفه. الالتزام بالقوانين واللوائح ومحاسبه اي مخالف لها بصرف النظر عن مستواه التنظيمي، ونشر ثقافه ان المحاسبه ليست شخصيه ولكنها تنظيميه. انا لما بحاسب حد مش بحاسبه عشان ايه؟ مش حاجه شخصيه، مش زعلني زعل شخصي، لا الزعل الشخصي ده محسوم. انما الحاجات التنظيميه لازم تبقى هي محطوطه في حدودها مظبوطه، لانها بتؤثر على ان كل واحد جوه التنظيم
له انبوت وله اوتبوت وله دايره المفروض بيتحرك جواها. نشتغل في التطوير والتغيير وتشجيع وسائل الصناعه المشتركه، بل واقتراح انظمه التطوير والتغيير حتى يتملكهم الاحساس بانهم هم اصحاب النظام ومساهم لمصلحتهم والرئيس وليس مفروض عليهم. يعني كل واحد يبقى فاهم ان السيستم اللي عنده في الشركه ده دي مش حاجه مفروض عليه. واجمل الانظمه اللي بتتعمل سواء اجزاء او غيره اللي بيشارك فيه مين؟ اللي هي ايه؟ الشركه كلها، يعني كل مكان، يعني كل واحد رئيس قسم او مدير عامل بروسيسز بتاعته مشارك فيها ومراجعها ومقاها، بتبقى الدنيا طبعا ايه احمل اجمل واحسن كل حاجه. الاهتمام بالفحوى وجوده الاجراء مع شخصياته والاهتمام بالمفرجات الخارجيه للاجراء، معلش ثقافه ان الاجراءات مصممه فئه الشركه وهي ديناميكيه لمصلحه الشركه. يعني ما فيش اجراء استاتيكي يقول لك هو كده، هو القانون بيقول كده او الاجراء بيقول كده، لا، كل حاجه قبل المناقشه والتغيير. انا اسف على فكره على اللي بيحصل ده، بس دي مشكله يعني ايه. طيب بس هي ايه خلاص احنا شفنا ده. طيب التعامل بقى مع الفساد المالي، هنا اول نقطه الحزم والصرامه في التعامل مع اي عنصر مهما كان موقعه حال الحصول على اي مردود غير قانوني او غير شرعي من مقاول باطل او مرد. ما ينفعش اقول ايه لا ده المهندس ده اصله بتاع المدير او مدير المشروع او رئيس اداره الشركه، اللي يسمح ويعرف ان عنده حد مستشفي او بياخد او الى اخره لا يلومن الا نفسه، او يبقى هو بقى ايه جوه دايره الفساد. خلاص ما ينفعش ان يبقى في ان انا اعرف واعرف بشكل مش اشاعه ولا حد عمل استين او بتاع، اعرف بشكل فعلي ان في واحد جوه التنظيم بتاعي سواء في مشروعي او الى اخره وارتكب عمل من اعمال الرشوه او الكلام ده كله واسكت واسيبه، ده كلام مش صح. نشر ثقافه النزاهه والشفافيه في التعامل مع اصول ممتلكات الشركه، اللي كل واحد يبقى نزيه وشفاف في التعامل مع اصول الشركه وممتلكاتها، لازم يعني يحافظ عليها. طيب عمل معدلات استهلاك الموارد المختلفه في الشركه ونشر اوصل العاملين وذلك العمل المجاب ووضع قواعد المحاسبه لتوزيع هذه المعدلات. ده في الكوست كنترول كان بيبقى واضح. النهارده مثلا انا هنتج النهارده مثلا 100 متر مكعب خرسانه، عارف كويس قوي 100 مكعب خرسانه دولت هيديني كم متر، في معدلات معروفه كم معدلات من حصه الخرسانه، كم نجار مسلح اشتغل عليها عشان يخلي باله، كم هزاز، كم عامل، كام، يعني المعدلات دي معروفه وواضحه، وان انا يعني ايه لازم ابقى معروفه والمعدلات السابقه تبقى واضحه ونلتزم بيها. الدقه في عمل موازنات ودراسات السيوله النقديه حتى لا تتعثر الشركه بدفع مستحقات مقابل الباطن للايه؟ للموردين. طيب الموازنات اللي هي البادجت، خلي بالك يعني انا بعمل موازنه لاي حاجه. البند الفلاني المفروض هعمله بكذا، الماتيريال بكذا، اللي هو المان باور بكذا، الماشينري بكذا، خلاص من الاول خالص بدل دي اللي هي البادجت، فبعملها بشكل مظبوط ودقيق عشان ما اجي اعمل كوست كنترول بقارنها صح، لو في ديفيشن في اي حاجه بيبقى يعني ايه بيقدر يتلحق. دراسات الصوره النقديه برضه لازم اعرف دراسات السيوله النقديه بتاعتي، لان عاده احنا في اي فرع مقاولات ممكن في دفعه مقدمه في الاول عندك شويه فلوس انما مش هتبتدي تقبض استخلاصات الا في اخر الشهر الثاني لو العميل بتاعك كويس. يعني الشهر الاول هقول انت انتجت وعملت شغل وعملت مستخلص، هيصرفك بعد في اخر الشهر الثاني اللي هو له شهر عاده. فانت الشهرين الاولانيين لازم تبقى كويس قوي الايه؟ الشؤون النقديه بتاعتك ماشيه ازاي؟ لو انت بتشتغل مع عميل وعمل حسابه ان هو
يقول لك انا مش هدي لك مثلا الا لما تكون ناتج محتاج حاجه معينه وانت مش هتوفيها خلال الشهر او الشهرين دول، لازم انت ايه تعمل حسابك انك تدبر فلوس بدل السيوله النقديه بتاعتك علشان المستثمرين الباطن بتوعك ياخدوا فلوسهم والموردين ياخدوا فلوسهم وطبعا عمالك ومواصلك ياخدوا فلوسهم. فدراسه السيوله النقديه دي هامه جدا 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 لايه؟ لانتظام العمل ونظام المشروعات. عمل رصيد احتياطي خاص باجور، هو اللي انا كنت بقوله من شويه، اجور مستحقات العاملين بالشركه بحيث لا تتاخر روابط مستحقات العاملين حتى لا يتاثر ادائهم بتوع عن قصد او غير القصد، مما يسبب في تدني معدلات الانتاج او جودتها بشكل عام في الشركه. انا بعيني شفت هذا الكلام وبشوف. انت دلوقتي لو انت عامل او موظف، لو عامل نفسك المفروض يقبض كل اسبوع وقعد اسبوعين ما قبضش، هتلاقي معدله انتاجه بيبقى بيقل. في لحظه من اللحظات هتلاقي عندك في الموقع كل الناس اللي بتشتغل عبء، لا انت قادر تمشيها عشان انت ما بعتلهاش فلوس خلاص، ولا انت قادر تنتج عشان تسدد لهم. فدي الخساره بقى بتبتدي من هنا، ان انت قصرت ما دفعتش للناس فلوسها، ترجع في الاخر ايه؟ انت اللي خسران وانت اللي بتتحاسب وانت اللي هتقع. يعني تاخير رواتب ومستحقات العاملين بيأثر عليهم، لان كل واحد عنده التزاماته وعنده حاله وعنده بتاع، دي بيسموها في الايه؟ الاداره للمقاومه السلبيه. طيب ماشي، حلقة الأمل، لا حلقة الأمل، إيه بس طيب، أنا هقول لكم على حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، شمس أحمد، طيب بعد ان تم التطرق لانواع الفساد سواء الغير مقصود او المقصود، كذلك تم ايضاح ما يقابل كل نوع من الانواع التي تعلمه، سالت في مالي كشف كيف يتم تلافي الفساد في شركات المقاولات. ده المشروع بقى اللي احنا هنعمله علشان ايه؟ نعالج الفساد او نتلافاه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 10. هل نشوف رأيكم ايه؟ احنا قدامنا مينيمال نص ساعة كمان. هل انتوا جاهزين نكمل؟ رجائي تردوا عليا. يعني قدامنا كمان نص ساعة على الأقل. هل عندكم استعداد؟ ولا نخلينا للأسبوع الجاي؟ حضرات دلوقتي على الأقل نص ساعة. نكمل ولا نكمل الأسبوع الجاي؟ ها ايه الاخبار؟ طيب انا شايف برضه الناس ايه؟ طيب السكي السكي نقطة حلوة مع الشيخ محمد عبد الله، نلحق ان شاء الله الفجر باذن الله. طيب باذن الله تعالى هنكمل الاسبوع الجاي. انا ما كنتش متخيل الحقيقة ان الموضوع هياخد الوقت ده كله، لكن طب هسأل سؤال، هل تحبوا نبدأ 7:30؟ أنا عايز برضو ردكم، هل تحبوا نبتدي 7:30 ولا 8 زي ما احنا قررنا دلوقتي؟ أنا عايز بقى كله رد، خلي بالك. يعني احنا قاعدين هنا دلوقتي في 23 واحد. أنا عايزكم تردوا عليا. تبعتوا لي تقولوا لي دلوقتي هل نبتدي 7:30 يبقى أحسن ولا يعني يا ريت نرد على الشات. يا ريت. في 7:30 ولا خليني 8؟ ايه رايكم؟ طيب خلاص احنا هنخلص، احنا كده بنشكركم طبعا. 8 كم واحد بيقول 7:30؟
ممكن حد يحصل ويرد علينا؟ 8 هو الغالب، 8. لا كتير طبعا، 11 و10 في السعودية كتير. طيب طب هقول لكم على حاجة، خلينا الأسبوع الجاي 8، وهتبقى إيه دي آخر الكورس اللي هو الآخر المستوى الثاني، اللي هو هنبقى خلصنا 20 محاضرة التانيين. بشكركم جدا جدا جدا، وفي أي سؤال، في أي سؤال حد، في أي سؤال لحضرات؟ أي حد عايز يفتح يفتح؟ هل ممكن؟ participants خلينا السلام عليكم. نطلع بركات. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيك، تشرف باسمك. مين؟ مجاهد مصطفى مجاهد. المفروض ان انا كنت عامل برزنتيشن النهارده. فراي حضرتك ايه؟ اللي هي تعتبر المجله العربيه الاولى. طيب هقول لك يا باشمهندس مجاهد. اتفضل يا فندم. المره الجايه البرزنتيشن بتاعك مدته قد ايه؟ يعني اباوت نص ساعة 40 دقيقة. اتس اوكي، هنبتدي بيه المرة الجاية. والله برات حضرتك، أنا ممكن برضه مبدئيا يعني هبعته لحضرتك على الواتس، وبرضه لو في أي حاجة. ممتاز 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 ممتاز، الله ينور باشمهندس مجاهد. أنت يعني أنت يعني إيه شهادتك هتبقى شهادة خاصة، خلي بالك. يعني الله يكرمك. اي انا بتكلم بحقيقي يعني. الله يكرمك. المفروض المفروض ان اللي بيعمل برزنتيشن ده هيبقى يعني اللغه يعني طبعا، ولان هو يعني هو حتى لو يعني استعرضه سريعا مع حضرتك ممكن دلوقتي او يعني لا 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 عشان لو في اضافات. لا خليه معانا، خليه بيني وبين. انت في السعوديه ولا في مصر؟ لا انا في مصر يا فندم. ممتاز خلاص، انت انا عندي الواتساب بتاعي. تمام. معايا انت عارف رقم تليفوني ولا مش عارفه؟ لا عارفه يا فندم، عارفه. اتس اوكي، ابعتوا لي واتساب وخلي بينا اتصال ونشوف ونظبطه، وباذن الله المره اللي جايه انت اللي هتفتح الميتنج ان شاء الله. ان شاء الله. هي بصراحه يعني كده هي من دلوقتي يعني بالنسبه لي انا يعني تعتبر المحاضره دي على البرزنتيشن بتاعي. أنا عامل البرزنتيشن مش مجرد تقرير يعني على اللي تم، ولكن هي ليسون ليرنينج من اللي تم بناء على طبيعة عملي أنا شخصيا يعني وهكذا. فتقريبا يعني أنا لقيت يعني نص المحاضرة أو تلت أرباع المحاضرة بالظبط اللي هو عن الفساد غير المقصود، ففي فوكست بوينت أنا عاملها كفيدباك بتاع أنا يعني ريليتد للكورس نفسه يعني. تقريبا حضرتك فيها النقاط كلها اللي احنا استعرضناها في الفساد الغير مقصود وطريقه علاجه. انا ما كنتش اعرف، خلي بالك يعني. ولا نعرف والله ان هيتم التعامل، ولا نعرف في الموضوع ان هيتم الكلام في الموضوع ده، لكن انا التوبكس اللي انا اخترتها اخترت حوالي يعني 8 ليسن ليرنينج عموما يعني كلها متعلقه بالكواليتي وبالهيكل التنظيمي. ممتاز بالظبط. ممتاز بس مش مجاهد. خلاص خلينا نبص عليهم مع بعض على الواتساب وان شاء الله المره الجايه انت راح تبتدي، خلي بالك يعني 8 هتكون جاهز ان شاء الله. ربنا يمنع الموانع يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك. شكرا يا باشمهندس، ومع منتهى تقديري وحبي يعني واحترامي، وان شاء الله يعني عايزين نفتكر ان هو ايه يعمل تقرير يعني يعمل برضه لقاء بعديها مثلا او اي حاجه خلال الفتره دي. ماشي الحال؟ تمام يا فندم، انا هبعته لحضرتك حالا يعني. ماشي حبيبي، ماشي، شكرا يا باشمهندس مجاهد. الله يخليك يا فندم.